لو سمحت ممكن من فضلك ترجعني لنفس المكان اللي انت جبتني منه؟ حاضر. صباح النور يا حازم. صباح النور. ايه اللبس انت لابسه ده؟ رايح على فين؟ نازله عندي اوديشن لاعلان. مفيش نزول، غير هدومك. يلا استنى هنا يا حازم، هو ايه اللي مش موافق دي؟ نادين، انت كلمتني في الموضوع ده 100 مره وكل مره بشرح لك فيه انا مش موافق ليه. طب كويس قوي، وانا بقى ما اقتنعتش باسباب رفضك. ولازم تفهم يا حازم ان انا مش من حقك تتحكم فيا بالشكل ده. انا لا مراتك ولا بنتك، انا اختك ومش صغيره. واظن ان اكتر واحده من حقي اختار انا عايزه اعمل ايه. لا يا نادين، انت لسه صغيره ومسؤوله مني، وانا بمام ابوك الله يرحمه. انسي موضوع الاعلان، بلاش شغل الجنان ده. انت ما درستيش طب عشان تبقي دكتوره عيون قد الدنيا وفي الاخر تطلعي موديل. انسي الموضوع ده خالص وخلص الكلام على كده، مفهوم؟ لا ما خلصش يا حازم، وهروح. لا 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 فعنايا، لا لا انا فعنيها، لا لا وعنا فعنايا، لا كده. طب يردك كده؟ طب ينفع كده؟ طب يردك كده؟ طب ينفع كده؟ يردك كده؟ يرديك انت كده؟ صباح الفل يا باشا. انت ايه مش شايف العربيه مردومه تراب؟ اه شايفها مردومه تراب، بس يعني يا دكتور 100 مره قلت لك ابعت لي فويس على الواتساب تنزل تلاقيها بتزغر. يا سلام، طب انا بنزل كل يوم في نفس الميعاد. طب حقك عليا بقى، اديني بس ايه اجيب فوطه وجيلك. لا استنى انا مستعجل. بقول لك ايه؟ لما انا لسه نادين تنزل وبقى كلمني. ماشي. تحت خميس لي بقى وتعمل لي الجو بتاعك ده. سيبك من الاغاني وخلي بالك من العماره. يا دكتور، يا دكتور انا النمر ما تقلقش، كل العماره دي في عينيا. انا مش خايف غير منك انت. تصدق عندك حق. يا راجل اسكت. لا لا. الو. ايوه يا ماما، ازيك يا حبيبتي؟ لا مفيش، زهقانه وطهقانه مش طايقه نفسي. اه ده كان يوم اسود وما وافقت اسكن معاه هو واهله في نفس العماره. لا ما حدش عمل لي حاجه، هم يقدروا، بس البيه جوزي يومه ماشيه بريموت كل يوم والتاني عايزاه هي يطلع لها هي تنزله في ايه. اه طبعا بالظبط كده. طب طب يا ماما ثواني بس هكلمك بعدين. يلا باي. وحشتيني. ازيك ماما؟ عامله ايه؟ تمام كويسه. طيب ما قررتيش برضو هننزل نتغدى مع ماما وبابا ولا خلوهم يطلعوا لنا؟ يوه بابا وماما، بابا وماما يا عم، هو في ايه؟ ما تهدوا عليا شويه. خلاص يا احمد بص، احنا ولا هنروح لهم ولا هم هيجوا لنا. ليه؟ انا زهقت من تلزيقهم. وانتوا حافظين مش فاهمين؟ اعتذر لها. اعتذر لها ولا ايه يا حبيبتي؟ قول لها ان احنا رايحين نتغدى بره، سهله يعني. واحنا رايحين نتغدى بره؟ لا بس قول لها كده. ما هي لما هتشوفنا ما خرجناش هتزعل. ما تشغل مخك يا احمد، عادي يعني. قول لها غيرنا راينا في اخر لحظه بتحصل. كيمياء؟ مش كيمياء ولا حاجه يا حبيبتي، بس يعني احنا بقالنا 5 ايام ما شفناهمش، فليه؟ مزاجي يا روحي. أنا النهاردة ولا عايزة أشوف حد ولا عايزة حد يشوفني. فيها حاجة؟ خلاص خلاص. إيه يا أنسة علي، في حاجة ولا إيه؟ هيكون في إيه؟ عادي يعني. أصلك يعني رحت في إيه وجيتي في إيه؟ ممكن تخليك في حالك؟ بحاول والله بحاول. وبعدين أنا مش قلت 100 مرة بلاش دي قدام البيت؟ أصل اليومين دول في أمراض كتير حوالينا اتسرقت، فأنا بقى لازم إيه أفتح عينيا، فقلت يا واد يا نمر بدل ما أخش أقعد جوه أو أروح أقعد على القهوة خليني كده أقعد أخد حس العمارة يعني. استغفر الله العظيم يا رب. يا نمر
انت يا واد يا نمر فينك رايح؟ حاضر يا حاج توفيق، طالع لك اهو، طالع لك. مين اللي طالع السلم؟ مين؟ محدش بيرد على حد. مين طالع السلم تاني؟ أنا يا حاج توفيق، أنا نمر. يا ابني يا حبيبي، ما بتحطش الجرايد على الباب ليه يا ابني؟ وأنا ما كنتش أعرف إنك صحيت يا حاج توفيق، و100 مرة قلت لك أول ما تصحى بدري ابعت لي بس فويس على الواتساب وانا اجيب لك الجرايد. هي بتختشي. عيب ايه يا حاج، وانا قلت حاجه غلط؟ مين اللي كان طالع السلم يا شويه؟ لا ناس علي. علي قصدك نازله؟ نزلت وطلع. يا ساعة كام؟ 10:15. طيب ما علينا. بقول لك ايه، انت تنزل تقف على باب العماره، تقف زنهار عشان الحته بقى فيها حراميه كتير. حرمت ايه يا حاج؟ حرمت ايه؟ ده انا اللي قايل لك. ها؟ ايوه الله صحيح. طيب انزل بقى وما اشوف هتعرف تقفشهم ولا هتعمل ايه؟ نقفشهم؟ ده نقفشهم برنة يا حاج، برنة. ايه يا حاج؟ جراي. خش ارام جوه. يا حاج انا هنزل اقفش الحرمية، لو عوزت حاجة رنلي. حبيتك وبحبك وححبك على طول. ايه ده؟ مين؟ مين؟ ده انا يا بابا. عالية. تعالي تعالي يا حبيبي البابا، تعالي شوفي بيعمل ايه في المطبخ. صباح الخير. صباح النور. انت رجعتي ليه كده؟ ها؟ هقول لك بس مش عايزه حد يعرف. ها؟ مشوني من الشركه. مشوك من الشركه؟ وماله يا حبيبتي ماله؟ ما بيرزق اتقفل عشان يتفتح بداله احسن منه، وان شاء الله هتشوفي. بس بقول لك ايه؟ انت مشوكي لي. انت لازم عملتي حاجه غلط. عملتي حاجه غلط. ابدا والله. هما من بدري عايزين يقللوا عدد الموظفين. يلا مش فارقة. عن إذنك يا بابا أنا هطلع أوضتي. لا 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 اسمعي، ده أنت حظك في رجليكي في طبق الفول اللي بابا عامله. إيه هتاكلي صوابعك وقع؟ يلا تعالي. ماليش نفس. ماليش نفس؟ لا لا ده مش اسمه كلام، عشان خاطري. ها يلا، ده ليه طعم عجب عجب عجب. حاضر. حاضر يا بابا. يلا يا حبيبتي اتفضلي. مدام بقى، مدام عالية هتاكل معايا يبقى يجي الشغل. الشغل. ادي زيت الزيتون. ايوه والشطه والشطه. ايوه هوبا. لا يا بنتي انا ما بقالش ان انتي اللي بتعملي كده، انا بس برضه بقول انه ما يصحش يبقى معانا بنفس العماره وما نشوفوش الا بالمحايله. يا طنط انا مش معترضه، ده انا كنت حتى بساله بقول له هناكل هنا ولا عند طنط، قال لي هناكل انا وهو بره. براحتكم يا بنتي، بس برضو الاكل بره مش عادل قوي. معلش مره يعني مش هنموت من مره يا طنط. بعد الشر عنكم. لا ما بقولش تموتوا، بس يعني انت برضو لازم تفكري ده دورك. بكره تبقي امه وتعرفي، وبعدين لما نموت بكره تقولوا احنا اللي غلطانين، احنا اللي قصرنا معاهم. بتكلم مين يا سميرة؟ عموما انا كلمته وهو ما ردش عليا، فهميه ان انا زعلانة منه قوي. خليه يبقى يعدي. سلام يا منال. سلام يا طنط. وبعدين يا سميرة انت مش هتبطل الطريقة دي، كل يوم نفس المكالمة ونفس الكلام. اسكت يا توفيق، انا حاسة كده ان هي اللي قلبها علينا. انت بالك قد ايه ما شفتوش؟ انا كل يوم بشوفه الصبح، انا شايفه من 5 دقايق.
ما انا عارف ميعاد نزوله، بستنى في البلكونه وانادي عليه، بس ما يسمعنيش، بيركب عربيته ويجري. هو برضو ينفع نشحته كده؟ مش فاضي يا سميره، الدنيا تلاهي. وبعدين بقولك ايه يا حبيبتي، يا روحي يا عينيا، نجيب لعبه نتسلى فيها. انا بعت الواد نمر امبارح جاب لي السلم والتعبان، ايه رايك؟ السلم والتعبان دي لعبه عيال يا توفيق. بالعكس دي لعبه كلها ذكاوه، عاوزه ناس فهيمه. شفت اخوك كرم عمال يدق علينا ازاي؟ صح كده؟ ليه بحضر الاكل بتاعه؟ مسكين من يوم ما ماتت مراته وحالته بقت صعبه قوي. الله يكون في عونه، ربنا يخلي له عليا بنته. برضه شفت خلفه البنات حلوه ازاي؟ انت بتتكلمي على اساس ان سميه عايشه معانا، ما هي كمان فخر الدنيا. ايوه دي بلد تانية خالص، ما فيش حاجه في ايدها تعملها، انما بقى الدور والبيع اللي ساكن معانا في نفس العماره وما بيسالش فينا. ربنا يصلح حاله. السلم والتعبان، التعبان. ايه بقى؟ بس مو انت بتاعي الاول مش انا. وبعدين بقى؟ الله، ايوه يا امنيه. وبعدين وبعدين والله لو ما سكتوا اديكم الجزمه. الو، ايوه عاليه، معلش. ايه يا بنتي، هو انت مكلماني عشان اسمع صوت صويتك؟ ايوه اصل انا سايقه والعيال مطلعين عيني. بقول لك يا عاليه، انا اتطلقت. ايه يا نهار اسود، اتطلقت ازاي؟ عادي يعني عاليه، ازاي كل الستات ما بتتطلق، ايه المشكله يعني؟ ايوه بس فهميني ايه اللي حصل. معلش اما اجي بقى هبقى احكي لك. بقول لك يا عاليه، انا قررت ان انا اجي اقعد معاكم كام يوم. انت عارفه طبعا ان مامته كانت عايشه معانا، وما ينفعش يعني اقول لها امشي، وفي نفس الوقت ما ينفعش افضل في البيت. انا مش عارفه اقول لك ايه، تعالي طبعا انا مستنياكي. طيب ماشي يا علي. ايه ده، هو انت ليه مش في الشغل؟ لما تيجي احكي لك. باي. اهي البنت أمنية دي كانت تسيب بيت ابوها وامها وتيجي تبات عندنا بالاسبوع. طبعا في البيت القديم. ها لا والله، كنت باجي هنا برضو يا خالو. طبعا يا بنتي، اهلا وسهلا بيكي. ها انت زي بنتي وعلى راسي من فوق. ها بس اللي انا مش فاهم، انت اتطلقت ازاي؟ حماتي يا خالو هي السبب. وجدي مش عايز يصدق ان هي ما بتحبنيش، وانتوا عارفيني يعني انا اللي في قلبي على لساني وما بعرفش ازوق الكلام، وهي بقى ليل ونهار ترازي فيا. وانا اقول اسكتي يا امنيه، حطي الجزمه ببقك يا امنيه، لكن لحد امتى؟ توصل بقى انها تتبلى عليا ويبهدلني ويهزقني قدام العيال؟ لا 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 لا، ده كتير قوي عليا. لا لا، وبعدين كمان يا خالو حتى ما كلفش نفسه انه يسمعني. لا لا لا، كده كتير صعب، صعب قوي بصراحه. صعب. بس بقول لك ايه؟ نعم. انا حاسس كده انك مخبيه حاجه. لا لا ابدا يا خالو، يعني شويه تفاصيل كده انا مش هقدر اقولها دلوقتي، معلش. ايوه اتطلقتي ازاي برضه؟ ما هو لما شتمني وغلط فيا انا صرخت وقعدت اقول له لا طلقني، فقمت صحيت الصبح لقيته جايب المأذون على البيت وقام طلق. جايب المأذون على البيت وطلق والصبح؟ يخص عليك يا وجدي غبي. ايه ما صدق، انا شايفه الكلام ده من 3 ايام في الفنجان. انا كنت شايفه راسي كارته وهو جايبني منها. والله، وبرضه نمت وحلمت شفت راسي كارته وهو جايبني منها، وعمال قالي جرجرني من على بلاط البيت كده ويمسح بيها بلاط البيت ويقول لي اطلعي بره اطلعي بره. اضحك عليا. والله ما في حاجه هتجيبك ورا غير احلامك وفناجينك دي. طيب طيب طيب، قدر الله وما شاء فعل. انت يا بنتي في بيتك معززه مكرمه، انت ولادك، ووعدك اي حاجه هتعزيني فيها انا تحت الامر. ربنا يخليك لي يا خالو، ربنا يخليك. طيب استاذن انا بقى واسيبكم تكملوا مع بعض وتقولوا اللي انتوا عايزينه، انا طالع للولاد. العب يا ناس شوي. هو انت قاعده في البيت ليه ما رحتيش الشغل؟ اقول لك وما تقوليش لحد. قولي. رفضوني. ما كفايه بقى سلم والتعبان. ما هو ده الفاينل، انت خدت دور وانا خدت دور، وده التطبيق. ايه ده، ايه الدبدبه اللي فوق دي؟ في حد بيجري ولا ايه؟ انت مش عاوزاني اركز، بس انا هركز واكسب. في حاجه
عنايات بنت خالتي بعتت تقول لنا صباح الفل والياسمين من جروب العيلة. ايه الجروب ده؟ ما انت اللي مش عايز تتعلم حاجة في الموبايل غير الو باي باي. ما انت تقولي لي اعمل وانا اعمل بدل ما انا قاعد فاضي. الولاد في الجروب؟ الولاد في الجروب كلهم، بس ما حدش فيهم بيتفاعل، الكبار بس اللي بيكتبوا وبيبعتوا لبعض. الوحيد بقى اللي بيتفاعل من ولاد حازم. الله يخليك يا حازم ويبارك لنا فيك. اهو بص بعت يقول لنا صباح الفل يا احلى عيله. حبيبي حازم هو الوحيد اللي بياخد باله مننا، هو الوحيد اللي عارف يعني ايه عيله واهل. الله يبارك لك يا حازم. طب هو حازم عارف؟ طبعا، ما انت عارفه اخويا لازم كل ساعه والتانيه يقعد يسال عليا، وقال لي طبعا اجي بات معاهم، بس انا قلت له لا هلا انا ما اقدرش استحمل البت اللي اسمها نادين المجنونه اختي دي. لا 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 سبحان الله، انا مش قادره اصدق ان انتوا الثلاثه اخوات، كل واحده فيكم حكايه. بس سيبك انت، انا مش داخل دماغي حكايه حماتك دي، بس عامه لما تحبي تحكي لي احكي. ما انا اكيد هحكي لك، انا اروح منك فين؟ ما احنا خلقتنا في خلقه بعض مني. بس قولي لي بقى بيني وبينك كده، ايه الاخبار بينك وبين حازم؟ والله انا ما في حد مجنني اللي حازم اخوك ده. تصدقي انتوا اغرب علاقه شفتها في حياتي. انا ما اعرفش ازاي انتوا عشتوا عمركم كله ناقر ونقير، وكل واحد فيكم يقعد يغلس على التاني اول ما يشوف التاني، لكن انا مش عارفه يعني الحب المفاجئ ده جه ازاي وامتى. على فكره مش مفاجئ خالص، انا طول عمري بحبه، بس هو ما كانش مديني فرصه ان انا ابين له باي حاجه. اخوك ده غريب جدا. لا معلش بقى اسمها مؤدب. لا غريب، ولحد دلوقتي مين يقول يعني ان احنا ما ينفعش ان احنا ننزل مع بعض؟ ليه يعني؟ وبعدين انا بنت خاله. ايوه يا ستي اسمها برضو مؤدب، عارفه ليه؟ عشان انت بنت خاله، ما ينفعش يعني يخرج بره الاصول، ولا الاصول بتزعل دلوقتي. حلو قوي الكلام ده. الكلام ده بقى يفهمني يعني ان هو يتفضل ويجي يتقدم. وهيجي يتقدم يا حبيبتي، بس مش عايز يحرج نفسه مع خاله. انت عارفه ان هو مش مقتنع بشغله في النادي، بس مستني اما يفتح العياده. وبعدين يعني من حقه برضو نفسه انه يقدر يتحمل مسؤوليه بيته، ده من حقه. من يشهد للعريس. ماشي يا ستي لما نشوف. والله يا دكتور حازم انت ما تعرفش انا بعتز بيك قد ايه، وبعتبرك زي اخويا، وانا فخور جدا بكل حاجه انت بتعملها سواء في النادي او بره النادي. يا باشمهندس انا حاسس ان المقدمه دي لحاجه مش اللي هي ولا ايه؟ بالعكس، ده انا قاعد براقبك بقالي سنين من ساعه ما مسكت عياده النادي، وانا مبهور بمجهودك واخلاصك مع الاعضاء. الفكره مش انك دكتور شاطر، الفكره انك انسان، وده اللي مخليني يا حازم افكر ازاي اكافئك. قولي اطلب وانا هنفذ. والله يا باشمهندس مش كلام، والله مش كلام خالص، انا فعلا بعيد عن نفسي اعمله. انا ساعات كمان بحس بالتقصير في حاجات كتيره جدا. كويس، الانسان لما يرضى عن نفسه يبقى بدا اول خطوه في سكه الفشل. هرجع تاني واقول لك اطلب يا حازم عايز ايه؟ انا فعلا يا باشمهندس كان ليا طلب عند حضرتك، ولازم استغل الفرصه بقى. انت عارف ان المجلس هنا بيدوا عضوات شرفيه لبعض الناس، فكنت عايز العضوات الشرفيه ديت لناس في عيلتي. يا سلام، بس كده؟ دي اعتبرها خلصانه. اي حد في اخر اسمه عباده يدخل النادي على راسنا. بجد يا باشمهندس؟ ايوه طبعا بجد. عد على المدير العام في اي وقت واديله لسته بالاسماء وصور البطايق، وانا هخلص لك الموضوع ده فورا. اشكرك جدا يا باشمهندس. انت تستاهل كل خير يا دكتور حازم. يلا جهز الليسته. ان شاء الله. سلام. مع السلامه يا فندم. صباح الفل على احلى عيله في الدنيا. اللي عايز يبقى عضو في النادي عندي هنا يبعت لي صوره البطاقه على الجروب. ها؟ محدش ينسى. صباحك الفل. سلام. هو انا كل يوم الصبح انا اللي لازم انادي عليك؟ انت كده هتزعلني. ما لو حضرتك كنت بعتي لي على الواتس والله العظيم كنت هتلاقيني عندك حالا ومش هتزعلي خالص. واتس ايه يا موكوس؟ تنيل. طب يلا قول النشره وينجز. يلا. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الصراحه يعني النهارده في اخبار متنوعه، يعني مثلا انسه عاليه نزلت في ميعادها زي كل يوم الصبح، بس ما فيش ساعه الا ربع ولقيتها راجعه، بس راجعه متعصبه. وما عرفتش رجعت ليه؟ حاولت اعرف بس اتعصبت عليا اكتر. غريبة. وإيه تاني؟ المدام أمنية أخت الدكتور حازم جت النهاردة ومعها عيالها مع شنطتهم كبار. وشكلها كان متضايق ولا عادي؟ لا كان وشها مقلوب وطلعت عند الحاج كرم. غريبة برضو.
وايه تاني؟ والدكتور حازم قال لي لو يا نهار اسود لكون نزلت. يا مين دي يا واد؟ لا نسأل دي نقطة. الدكتور حازم قال لي لو نزلت اكلمه في التليفون على طول. انا خايف بقى لكون نزلت وانا عندك هنا. يلا امشي امشي يلا. لو عوزت حاجة تاني على الواتس. واتس امشي. قولي بقى مين الملك اللي خرج من مدينة طيبة؟ مرمر. ايه؟ مرمر. مرمر؟ مرمر دي تبقى خالتك. انا مليون مرة اقولك اسمه نارمر. نارمر. اعمل ايه معاك يا اخي؟ اعمل ايه معاك؟ روح على الواد شوية. حرام عليك يفهم ازاي كده؟ اعمل ايه بس؟ خلاص الامتحانات على الابواب وهو ما بيفتحش كتاب اساسا. انا خلاص بصراحة بقى قرفت. انا مش حمل بقى إيه ملاحق وقرف ده. يلا يا اولاد يلا كله يذاكر. يلا ماما هتعضكم كده. يلا 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 ذاكر. انا مش عارفه انت جايب الخيبه دي منين. انت يا ماما اصلا ما تعرفيش تذاكري. ايه ايه مش هتذاكري. ذاكر ذاكر. ايه ده يا امين؟ انت هنا يا حبيبتي. ازيك يا روحي عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اصل انا كنت نازله اجيب حاجه من تحت فسمعت صوتك قلت الله استغربت. انت مش المفروض في الشغل؟ انا سبت الشغل. انت بتهزري ليه؟ ليه عملتي كده؟ ماما انا حفظت. طب يلا يلا عشان اسمع لك. يلا وليد. يا وليد انت طالع شطور ولا ايه؟ لا مش شطور. لا 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 طبعا انا ولادي الحمد لله شاطرين قوي. طبعا. تعالي انا عايز اقولك على حاجه. تعالي يلا قوم قوم اما اسمع لك. قوم تشربي ايه؟ لا ولا حاجه يا حبيبتي. هي ايه حكايتها؟ هي بايته هنا ولا ايه؟ بيت. هو جوزها مسافر ولا ايه؟ مش عارفة والله يا منيل اذا كان مسافر ولا مش مسافر. ليه؟ مش عارفة بس الحكاية فيها ان انا صحيح انا زعلانة منك قوي. زعلانة مني انا؟ ليه؟ احنا طول عمرنا اصحاب. You are my best friend. يعني انا حاسة من ساعة ما اتجوزت احمد انت بعدتي عني خالص مع انه المفروض يحصل عكس كده. لا بقى انت اللي من ساعة ما اتجوزتي وانت واخدة جنب. على فكرة أنا مش متجوز يعني ممكن تجيلي في أي وقت زي ما أنت عملتي دلوقتي. مش قصدي يعني أكيد مش قصدي بس إحنا لازم نرجع أصحاب زي الأول وأنا اللي حامل كده. ماشي. أنا كنت عايزة أسألك صحيح هو في حاجة بينك وبين حازم؟ أنا حاسة بكده ولا إيه؟ إشمعنى؟ أنت ليه حسيتي كده؟ لا يعني أنا بفهم برضه طول عمركوا عادي ازاي فجأة يحصل كده؟ على فكرة احنا لسه عادي مفيش اي حاجة. اوكي صدقيني اول ما يكون في اي حاجة اكيد انت اول واحدة هقولها. اوكي نادين باللبس ده. يا حازم انا خرجت وخرجت باللبس ده اظن واضح. وريت بقى لو تبطل طريقتك دي لحسن صدقني يا حازم هترجع في مره ومش هتلاقيني قاعده لك في البيت عشان مش الشخص اللي ممكن امشي على مزاج حد لا انت ولا غيرك. الكتاب ده انت شايف مكتوب عليه ايه؟ الانجيل في حاجه دي؟ مش معناه عادي يعني انا حر كتاب وعايزه اقراه. انت ايه مشكلتك؟ انا عايزه افهم. وبالنسبه لك كتاب برضو يا حازم واظن مكتوب عليه اسمه. ممكن افهم انت ايه اللي زعلك في حاجه زي دي؟ الكتب دي معناها ان في دماغك حاجه بايظه. انت عندك مشكله مع دينك ولا ايه؟ وانت بقى تعرف ديني؟ وانت مش مسلمه معانا ان شاء الله؟ مسلمه بقى مسيحيه ماليش دين. دي حاجه تخصنا انا بقى يا حازم. وانت هتتحاسب مكاني؟ لا مش هتحاسب بس هتسأل عليكي. انا مش عارف افكر في ايه بالظبط
افكر انك خرجتي من غير ما اعرف؟ افكر في لبسك الزباله ده؟ افكر انك قافله تليفونك طول اليوم؟ انا مش عارف اعمل ايه. انا ما فيهاش اي حاجه يا حازم، انا بني ادم طبيعي جدا. انت اللي مش قادر تقبل فكره انها متغيره عنك. يا ريت يا حازم لو تشيل من دماغك الافكار الشرقيه التعبانه دي، على الاقل يا سيدي وانت بتتعامل معايا. وبعد اذنك بقى دلوقتي عشان عايزه اغير هدومي. انا مش هسيبك عشان اغير هدومك، انا هسيبك عشان افكر اتصرف معاك ازاي. احنا داخلين على ايام سودة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. حازم ازيك؟ ازيك يا منال؟ مالك؟ في حد مضايقك؟ لا خلص عادي. ووشك شكله متعصب قوي. لا لا انا تمام. ولا خانق مع حبيبتك؟ حبيبتي ايه هتخبي ليه؟ هيا مين قالك الكلام ده؟ عيب عليك، انا عايشه معاك وطيشه في بيت العز ده. منال انا مش فيا لك. بس ما تستعجلش. ما تستعجلش عليا. افهمها زي ما تفهمها، مش هقدر اقول لك اكتر من كده. بس يا ترى عليا كانت عارفه ان انا وانت كنا على علاقه؟ انا مش عايزك تتكلمي في الموضوع ده خالص، عشان مش هيحصل لك كويس، مش عشان اي حد، عشان احمد. عيب يا هانم، انت متجوزه لازم تحترمي جوزك. جوزك لو اتطلقت هتبقى بالنسبه لي كانك متي، عشان انا ماليش في العك. هنشوف. حازم، هو انت كنت واقف تحت بتتكلم مع منال مش كده؟ اه قصدك في الجنينه تحت؟ اه في ايه؟ في حاجه؟ لا مفيش، انا كنت قاعد وهي نزلت. اه اصلها جت النهارده وسالت. هي طالعه. هاي هاي يا قلبي، ازيكم؟ كويسين الحمد لله. يلا باي باي. باي. اخبار خالو ايه؟ تمام، هو تمام على فكره. مش عايز تدخل تسلم على اختك؟ اه اختي، اه سلم عليها. مالك فيك؟ مالك في ايه؟ مفيش. طيب كنت بقولك ان منال جات لي النهارده سالتني في حاجه بينك وبين حازم، ما ريحتهاش. بس يعني انا مش فارق لي هي تعرف ولا لا، بس انت محسسني ان هي تهم. مش تهم ولا حاجه، انا بس عايز الناس تعرف الموضوع هو رسمي مش اكتر يعني. بس انا عايز اعرف الموضوع ده جه في دماغها ازاي. معرفش، بس انا بقيت احس ان هي لئيمه قوي. سيبك منها، هي رتاتة ومزعجة، مش دعوة بيها. طب انت واقف كده ليه؟ ما تيجي نقعد. هو خاله نايم ولا صاحي؟ ما انت عارف ان هو بينام بدري. طيب ممكن تدعي له امنية عشان ما نقعدش لوحدينا؟ يا سلام، ايه الاوفر ده؟ اوفر؟ طب لو سمحت ندعي عشان ممكن امشي. امشي. أكتر مرة قلت لك أن ريحة السيجارة دي بتخنقني.
معلش، ألف سلامة عليك. مالك؟ عيش عادي، ليه؟ أنت اتضايقت عشان قلتلك على موضوع السجاير؟ عادي يا ست شربيها. لا لا، تمام. إيه ده؟ دي ماما بتتصل. لا استنى بس، ما تردش. ليه؟ أنا قلت لها إنك أنت اللي قلت ننزل نتغدى برا، ده معناه إن أنت اللي مش عايز تاكل في البيت، فاهم حاجة؟ قلت لها كده؟ آه. طيب. يا ماما. ألو؟ إيه يا حبيبتي، عاملة إيه؟ آه يا أحمد، أنت رجعت خلاص؟ آه رجعت. طب ما تيجي شوية، عايزك في كذا موضوع كده. ماشي، أنزل أقعد معاكي شوية. لا مش هينفع أنزل أقعد معاكي يعني. عشان انا يعني جاي من الشغل تعبان وعايز ارتاح. معلش يا ماما، خليها بكره يعني. بكره. ماشي حبيبي، تصبح على خير. السلام. شغلها زالت حبيبتي. وانت ليه مش عايزاني انزل اقعد معاها؟ بص يا احمد، مامتك أنا فاهماها كويس قوي، هي عايزاك تفضل على طول تحت طاعة كأنك لسه عيل صغير. هي مش قادرة تفهم أو تتقبل فكرة إنك متعلق بيا. أنا فاهماها كويس، دي حاجة لازم نكسرها. هي لازم تفهم إن ليك بيت وليك زوجة، ما ينفعش تفضل كده أبن ريكويست طول الوقت. أمال لما نخلف الوضع هيبقى عامل إزاي؟ صحيح، لما نخلف الوضع هيبقى عامل إزاي؟ ما تيجي نخلف، إيه رأيك؟ هنخلف هنا ولا جوه؟ نخلف فين؟ انا لازم اعرف انت اتطلقتي ليه عشان لما اقعد مع وجدي يبقى الكلام موزون. ما انا مش هينفع اقول لك، اصل لو قلت لك هتتعصب عليا، وانا بصراحه مش حمل حد يتعصب عليا. مش هتعصب. طب احلف. شوف بقى اهو، ما تقولي بقى وتريحينا، اتطلقتي ليه؟ طيب ما حدش يتريق ماشي، عشان بجد بزعل. اللهم طولك يا روح، انجزي يا امنيه. شهر بحاله انام واحلم الاقي ست بعينها، شعرها اصفر وعينيها خضرة. برضه اصحى الصبح امسك فنجان القهوه بتاعي الاقيها طالعه قدامي. لا لمده شهر على الحال ده، لا كتير، كل يوم على الحال ده كتير. وبعدين يا هبل. لا معلش بقى، انا مش هبله، وانت كمان ما تبصليش كده. انتوا الاثنين عارفين كويس قوي ان احلامي بتتحقق وان فنجاني كاشف ليا، صح ولا غلط؟ والله مش اخوك اللي هيتعصب عليك، ده انا اللي هجيبك من شعرك يا حبيبتي. الكلام ده مقبول بس مش في الجواز والطلاق. ايوه بس انا مش عبيطه، انا الموضوع بدا معايا الاول باحلام احلام، وبعدين قلت اركز بقى، وبعدين بدات اركز، بدات احس بحاجات كده. اه ما مسكتش حاجه بس في علامات. يا رب، عملت ايه في دنيتي انا يا رب؟ تديني اخت هبله والتانيه مجنونه. ده كلام ناس عاقلين؟ ده كلام ناس عاقلين؟ ماشي ماشي يا حازم، انا مجنونه. تصبح على خير. هي اللي مسخناها والله، هي. استهدي بالله يا سميحه وبلاش شغل الحماوات ده، العيب مش عليها، حتى لو كان العيب هو المفروض يبقى له موقف. بس هي مش سهله، انا عارفه. انا بقول لك هي مش سهله خالص، انا مش هسكت. انت هتعمل ايه؟ هكلمها. ايوه يا ست منال، كل الموضوع واللخبطه اللي احنا فيها دي انت السبب فيها. ليله ايه يا طنط؟ ده عيب الكلام ده. عيب؟ انت بتعلميني الادب؟ مش مهم، انت واحده بنت اصول، المفروض لما تشوفي حماتك نفسها تشوف ابنها تشجعيه يروح لها. هو انا اعمل ايه يعني؟ هو انا مكتفاه في البيت؟ ما هو لو عايز ينزل هينزل. عندك حق، لا الغلط عندك ولا الغلط عند احمد، أنا اللي معرفتش أربي. قفلت السكة في وشها؟ مش هنخلص. سيبي. إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بتعملي إيه بس؟ إهدي بقى، إهدي. وحياة أمي ما أنا بايتة فيها. طب إهدي بس، ما تكبريش الموضوع. هو لسه هيكبر؟
انا يتقفل في وشي السكه ليه؟ جايه من الشارع يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي اهدي وهنتفاهم. مش هتفاهم ومش ههدى يا احمد. انا مش هستنى ثانيه واحده في البيت ده طالما مفيش راجل بيحميني. يا حبيبتي ما تهدي بقى، ده احنا كنا لسه هنيا. ايه لسه ايه وزفت ايه؟ انت همك في ده وبس؟ ده ايه القرف ده؟ طب اهدي 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 بالراحه. طب شوفي انت عايزه ايه يريحك وانا هعمله لك. ايه يريحك؟ هقول لك على يريحي. ايه ماشي. شوفي يا عامر، انا مش زي اي واحده انت قابلتها في حياتك قبل كده. انا ممكن ابقى شيطان او ملاك او حتى الاتنين مع بعض. بص انا وصلت لمرحله ممكن ابقى اي حاجه انا عايزاها دلوقتي. فهات من الاخر، انا عارفه ان احنا عرفنا بعض على تويتر، ورغم كده انا عرفتك كل حاجه عن شخصيتي لما لقيتك بتفكر زي. انت كمان قول لي انت عايز ايه. ثواني يا عامر، خليك معايا. اي حازم في ايه؟ عايز اتكلم معاكي دلوقتي. بس انا كان معايا تليفون مهم وكنت هخلصه وانام. خلينا نتكلم الصبح احسن. مفيش الصبح، الصبح عندي شغل بدري. هكلمك امتى؟ كلمني في الموبايل يا حازم. الكلام اللي بيني وبينك ما ينفعش في الموبايل، نتكلم دلوقتي. اكسكيوز مي حبيبي. ايه اللي بيحصل معاك ده يا حازم؟ امسك نفسك. بس ايه التصرف السليم دلوقتي؟ اللي جوايا اني اكسر الباب ادخل اضربها، بس ده مش حل. ده مش حل. يا رب يا رب لا يمنع الصواب. الو. ايوه يا فندم. نادي؟ طبعا عارفاه، احب جدا ان انا اشتغل طبعا، بس انا طول عمري بشتغل في الماركتنج، معرفش يعني طبيعه الشغل عند حضرتك ايه. طب حضرتك عايز اجي لحضرتك امتى يعني؟ النهاردة؟ طيب تمام، الساعة واحدة إن شاء الله. شكرا جدا يا فندم. يا حبيبي يا حازم، تعملي عندك إيه يا أمنية؟ ما تيجي يا بنتي ساعديني صليتي ومعايا دي. استنى بس والنبي يا خالو، تعالى كده تعالى بص. ها؟ بص في ايه؟ ايه؟ اهو اهو بص يا خالو، مين ده؟ اسمه ايه ده؟ ده فنجان. لا اللي جوه الفنجان مين ده؟ يا بنتي انا استاذ كيمياء، يعني ما فهمش في غاية الفناجيل، عيب. يا خالو بس اسمعني، اهو بص شايف الواقف ده مين ده؟ ده وجدي اهو، واللي واقفه جنبه الست اللي هو بيخوني معاها اهي. يبدو انك جن جنونك يا امنيه يا بنت اختي العبيطه. يبدو انا وجنة جنونك بقيت استنجلينا. خالو صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير وحياتك. تعالي ساعديني بعد صليت معايا. انما ايه تستاهل. الله ايه ده؟ انت لابسه كده ليه؟ ها؟ راحة فين؟ انت مش قلتي اتغفلت من شغلك؟ اوبا سوري انا 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 قلت ايه؟ ايه ده؟ هو انت قلتي له ان انت اترفدتي؟ الله وانت عارفه. ثانيه واحده بس اسمعوني، انا عندي ليكوا خبر حلو. ها؟ ايه؟ انا هشتغل مع حازم في النادي. ايه ده؟ امتى؟ وازاي؟ اكيد يعني هو اللي عمل كده. اه ده طلع واد جامد بقى. ها؟ لكن هو بيعمل كده ليه؟ ها؟ انا كنت يعني شايفه يعني في عنده شويه اهتمام يعني. اكيد يعني يا بابا، يعني هو
هو بيعمل كده عشان بيهتم بشؤون العيلة، وبعدين ما تنساش إن أنا بنت خاله. آه، إيه رأيك يا أمنية؟ أنا رأيي كلام عليا كله صح طبعاً. صح؟ أنت هتستعبطي يا بنت؟ ما أنا ما خاله، حضرتك قولي السؤال وأنا جاوب على طول. لا هتجاوبي، بس مش دلوقتي، بعدين. ها؟ ماشي يا خاله ماشي. بيني وبين بعض. ها؟ حبيبتي بانو، أكيد أنت عم تسألي حالك شو سبب هالدعوة؟ لهيك ما رح طول. أنا بقول إن جسور وسهام هيتخانقوا بسبب عادلة. ما هي ما بتقش الجسور. يا ريت ما صار هالشي، أنا كتير. يا عم ليه دلوقتي؟ مش يستنى الفاصل. تعرف مين برا الأول؟ مين؟ وطي الصوت. مين اللي برا؟ أنا أحمد يا بابا. أنا أحمد. إيه يا ابني؟ مش سلام على أمك عادل؟ أنتوا إيه مشكلتكم معايا بالظبط؟ مشكلة إيه يا ابني؟ أنا عايز أفهم يعني إيه تقفل السكة في وش مراتي؟ ليه؟ ما كانش قصدي، كنت متعصبة، متعصبة منها لأن هي السبب في كل اللي بتعمله ده، صح ولا لأ؟ لا، الكلام ده مش حقيقي، ده وهم. وهم في دماغك انت بس، ونتيجته ان علاقتي بايظه بمراتي. ومش مهم علاقتك بامك تبوظ. انا ما قلتش كده، لكن بقول انك ما ينفعش تعملي اللي انت بتعمليه ده، ما ينفعش تقفلي السكه في وشها برضه. ايه القرف ده؟ دي طريقه اتكلم بيها امك؟ انا بتقول لي ايه القرف ده؟ جرى ايه يا ابني؟ انت داخل عامل عينك كده ليه؟ انا بعدين اسبوع ما شفتكش. تعالى تعالى اقعد يلا. انا مش عايز اقعد يا بابا، انا عايز احل مع ماما ودلوقتي. ماما انت هترتاحي لما انا اطلقها واقعد جنبك؟ انت ازاي بتكلمني كده يا ولد؟ ايه قلة الادب وقلة التربية دي؟ امال المفروض اتكلم ازاي؟ لما كل يوم والتاني يبقى سبب النكد والقرف هو انت، المفروض اتكلم ازاي؟ وانا مش بغلط على فكرة، ولازم تفهمي كويس، الموضوع ده مش هيتحل غير لما انت تعتذر لمنال. انا اعتذر لمنال؟ وبتقولها لي بالبساطة دي؟ ايه ده؟ اتربيت فين انت؟ بقول لك يا ماما، انا بقولها لك بكل ادب وذوق واحترام، الموضوع مش هيخلص غير لما تعتذر لمنال وفورا. ومن فضلك كفايه بقى شغل الحموات بتاعك ده، عشان بلدي قوي على فكره. ليه كده ليه؟ يا قليل الادب يا اللي ما تربيتش. اللي انت عملتيه ده؟ انت ازاي تمد ايدك عليا؟ هو انا صغير؟ ايوه صغير، وهتفضل صغير، واضربك بالكزمه على بقك كمان. ما ينفعش تضربيني. لا مش كده. لا يا بابا، هي شايفاني صغير وهتفضل شايفاني صغير، واقسم بالله العظيم انا لساني ما هيجي على لسانك تاني ولا هكلمك، لانك فعلا هتفضلي شايفاني صغير. وبقول لكم ايه، لو اي حد اتدخل في حياتي انا هاخد مراتي وامشي واسيب لكم البيت، ومحدش هيشوف وش تاني. برا برا برا. ايه انا مصدق اللي حصل ده؟ ينفع كده؟ ينفع ابني يخش عليا ويبهدلني كده؟ حقك عليا، حقك عليا. ها عملت ايه؟ عملت ايه؟ صوتك كان مجلجل. انا بهدلت الدنيا تحت، وضحت كل حاجه والكلام ده مش هيحصل تاني خالص. هي كمان صوتك كان عالي قوي. ما امي يعني من حقها تزعق بكلمتين، بس أنا حطيت نقطة على الحروف وقلت لها إن ده مش هيحصل تاني أبداً، مش هيحصل. إنما يعني مش هتعتذر؟ حبيبتي معلش، تجاوزي موضوع الاعتذار ده. خلاص، طالما أنت بقى جبت لي حقي أنا ممكن أتغاضى عن كل حاجة، لما كده خلاص علاقتي بيها انتهت. انتهت. اتأخرت عليك؟ ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ مبسوطة قوي. طب تمام، عرفت ايه المطلوب منك؟ قال لي إن في أرض تبع النادي هيتعمل فيها محلات تجارية، المفروض يعني إن أنا أبقى مسؤولة عن ماركتنج المحلات دي،
بعد كده بقى ماركتنج النادي كله. انا مبسوط انك مبسوط. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حازم. مين كان يقول ان انا اسيب شغلي وتاني يوم اروح شغل تاني وكمان معاك؟ يا ريتهم كانوا رفضوني من زمان. على فكره انا نسيت اقول لك، بابا اتخبس عليا حبتين ثلاثه كده وسالني هو حازم مهتم بيك كده ليه. لا والله يعني قفش. لا ما قفش، بس شكله كده فاهم حاجه. انا ما كنتش عايز كده. اللي هو ايه؟ كنت عايز خاله اول ما يعرف حاجه عن الموضوع ده يعرفها مني. عموما انا ما قلتش حاجه، الخوف مش مني، الخوف من امنيه هي اللي ممكن تقول له اه او لا. امنيه؟ امنيه دي اللي متغطي بيها عريان مع اول قلم هتعترف بكل حاجه. اسالي انا. يا ابني حرام عليك، انا دماغي صدعت. يلا حبيبي اطلع ذاكر، يلا اطلع. كل شويه ذاكر، كل شويه ذاكر، كل شويه ذاكر. بعدين ايه كل شويه ذاكر؟ نوتي بوي يلا اطلع. والله ما هتفلح. ولا انا اللي احكيها؟ اعمل لك بقى فنجان قهوه احسن من اللي فات. تسلم ايدك يا خالو. خدي يا حبيبي. تسلم ايدك. اجمل حاجه فيكي يا حبيبه خالو ان اللي في قلبك على لسانك. والله يا خالو عندك حق، ما هو ده اللي موديني ورا. بالعكس، الحق احق ان يتبع. ها ولا ايه؟ خالو حضرتك عايز تسألني عن حاجة صح؟ صح، عن حازم وعليا. أيوة. حازم بيحب عليا وعليا بتحب حازم. ها؟ مالي اتكلمي. فإيه بقى؟ حازم يعني عايز يجي يتقدم، بس عايز حضرتك تبقى مطمن يعني من جواك على مستقبل بنتك. أيوة. فمستني يفتح العيادة ويجي يتقدم على طول. اما الوقت عبيط عبيط صحيح. والله اهبل زيك. وانا الاقي زي حازم فين؟ ها ده ولد شاب طويل عنيط ما فيش منه اتنين في البلد. اسمعي سامعه؟ ايوه يا فندم سامعه. كويس والنبي سامعه. انت لازم تقولي له يجي ويتقدم لي. ها ولا يهموش اي حاجه. فاهمه يا عبيطه؟ فاهمه يا خالو. كنت فاكراك اصغر من كده. انا مش كبير قوي كده على فكره، انا عندي 38 سنه. عمر سنك بالنسبه لي ده مجرد رقم. انا اللي يهمني اكتر دماغك، وبصراحه عاجبيني. ويا ترى ايه اكتر حاجه شدتك في التويتس بتاعتي؟ انك بتعرف ترد على المتاسلمين. طبعا تعرفي يا نديم ان انا بعرف هم هيقولوا ايه من قبل ما يقولوه، عشان كده هم دايما بيحاولوا يتفادوني. ايه ده، عمر حد فيهم زنقك قبل كده؟ لا طبعا خالص. صعب الحقيقه دايما يا نديم صوتها عالي وصعب اي حد يقاومها. بس قولي لي بقى، انت لسه بتدوري ولا وصلتي؟ بص يا عامر، كل اللي اقدر اقوله لك ان انا ما بقتش مسلم ولا مسيحي. قريت في كتب كتير واديان كتير بس ما ارتحتش لحاجه، وبقيت مياله اكتر لفكره ان ما فيش حاجه اسمها اديان. يا ترى مصدقه فكره وجود اله من الاساس؟ مش عارف، بس كل حاجه لازم يبقى ليها بدايه، ما فيش حاجه يعني بتيجي كده. أنا معايا في العربية كتاب حدهولك هيساعدك إنك توصلي للي أنا قدرت أوصل له. وهيفرق معاك إيه بقى إن أنا أوصل للي أنت وصلت له؟ أوه يا نادين، الحرية، الحرية الكاملة، حاجة كده هتخليك تتخلصي من كل التابوهات اللي في دماغك، بتحد من تفكيرك وتوقف إبداعك، هتحررك نفسياً وعقلياً وجسدياً. جسدياً؟ تقصد إيه بجسدياً دي؟ يعني مثلاً لو إحنا اتنين زي أي اتنين من الموهومين بوهم الأديان حصل ما بيننا إعجاب، مش هنقدر نقرب من بعض، لأننا وقتها هنكون خايفين مرعوبين من العقاب، مع إن أصلاً ما فيش عقاب. الحرية حلوة، والأحلى إن أنت ما تحسش إن أنت متراقب أو إن في قوة كبيرة مستنياك عشان تعاقب. ده اللي أنا عايز أقوله لك. تعرفي إن أنا قبل ما أوصل للحقيقة كنت متدين جداً، وقتها حياتي كانت صعبة. دلوقتي أنت شايفاني أهو إنسان سعيد، وأنا مصر إنك تكوني سعيدة زيي بالظبط. مش هتدخل؟ لا لا، أنا قاعد على خالد توفيق أطمن عليه. يعني إيه؟ حبكت دلوقتي؟
انا كل يوم بعدي عليه، ايه المشكله؟ بعدين كفايه الكلام اللي بيتقال. والله بقول لك ايه، لو انت متردد في الموضوع ده او مش عايزه ممكن تقول بدل الافلام دي كلها. افلام؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا. لا معلش بقى، اصل انت من ساعه ما عرفت ان بابا عارف او شاكك في الموضوع وانت وشك قال، هو انت مغصوب ولا حاجه؟ مش هرد عليكي، مش هينفع نتخانق على السلم. بعد اذنك هنزل لخاله. مع السلامه يا حامي حمى العمار. قول يا عماد الحقونا الحقونا يا حازم الحقنا يا ابني، سيبيني اوعى على الارض ما بتردش. ان شاء الله هتبقى كويسه ان شاء الله. بجد يا بجد يا خالد، بس اديها لنمر بسرعه، بس اديها لي بسرعه. حاضر. عامله ايه دلوقتي يا ست الكل؟ الحمد لله كويسه. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا ابني. ربنا يخليك يا خالد. فاكر يا توفيق لما زينب الله يرحمها كانت بتولده وانا اقول لها ده هيطلع ولد واسمه حازم؟ بتقول لي ليه كده؟ قول لها اسمه حازم وهيطلع قاضي عشان يبقى حازم في الحق. اول مره اعرف الحكايه دي. ما اعرفش ايه اللي طلعها في دماغي ان يبقى اسمك حازم وتطلع قاضي. معلش بقى طلعت دكتور. الحمد لله الحمد لله انا طلعت دكتور، ده انا كان زماني رحت خلاص. ربنا يخليك لينا. انا ما عملتش حاجه يا ست الكل، حاجه بسيطه. ازاي بس يا ابني؟ لا ما هو فعلا الدكتور عمل ايه غير انه وصل الابره في الدار الحاجه؟ ده انا يا حاج توفيق، انا اللي رحت جبت الكانولا وجبت المحلول وطلعت فوق السطح لفحت الاستند ده على كتفي. اقسم بالله اقسم بالله مجهود جبار. كتر خيرك يا نمر، ما انا برضه زي والدتك. لا انا اخدمك بعناية يا حاجه اقسم بالله. ماشي يا دكتور نمر، شفنا الباشمهندس احمد فين؟ الباشمهندس خرج هو استاذه بنات. اتفضل يا حبيبتي. لا فعلا صحابك دول دمهم خفيف جدا. مش بقول لك، بس انت ما بتسمعش. استاذ احمد، استاذ احمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا كنت عايز بس اقول لحضرتك بعدين. بعدين معلش. بعدين ايه؟ اصل الحاجه بيقول لك بعدين وانت ما تفهمش. يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا. بعدين بعدين بعدين، انا حمار فعلا ما بفهمش حاجه. دكتور حازم، المهندس احمد لسه راجع وراجعين مبسوطين على الاخر. مرضوش يسمعوني. دكتور حازم، المهندس احمد لسه راجع وراجعين مبسوطين على الاخر. مرضوش يسمعوني. هزقوني. ها هزقوني. خالي. يا احمد. انا حازم يا خالي. بس خليها كويسة دلوقتي، أنا هطلع الشارع شوية، لو في أحد كلمني في ثانية هكون عندك. ما تقلقش بإذن الله مش هيحصل حاجة إن شاء الله. نمر. اتفضل اتفضل يا حازم يا ابني، اتفضل اقعد اقعد يا حبيبي. اهلا وسهلا. حرما يا بابا. جمعا جمعا يا بنتي. ايه دغيتوا على اللي حصل امبارح بالليل؟ لا ايه اللي حصل؟ خير في ايه؟ عمكو توفيق المسكين طلع من شقته يصرخ ينادي ان حد ينجده، قال سميرة اغمى عليها وجالها هبوط. لولا حازم، حازم ابني لحقها. يا ساتر يا رب، وده حصل امتى؟ اول ما وصلت البيت. ايوه يعني ايه السبب؟ اتخانقت مع احمد وزعلت من مراته فجالها هبوط شديد. الواد ده ايه اللي حصل له؟ اتجنن؟ اتهلوس؟ جات له استنجلينا؟ لا 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 لا، أنا لازم اشوفه، لازم اتكلم معاه. لا بلاش يا بابا، هو ساعات بتفلت منه حاجات كده ولسانه بيطول. يطول؟ يطول على مين يا عبيطه انت؟ على ابوكي؟
ده انا كنت اجيب العصايه واديله على دماغه. الله، ده الواد ده اتولد على ايدي. خلي انت بتتكلم صح، بس بعد اذنك يعني سيب لي احمد انا هتكلم معاه بعد اذنك. يا ابني انا هقوم اخد الدواء وانت ما تمشيش، هنجعلك. لينا كلام مع بعض، لسه كلامنا مع بعض. انت زعلان مني؟ ليه؟ انا عايزك تركزي مع نادين شويه اليومين دول. عليا بتكلمك على فكره. وانا بكلمك على فكره، سمعتيني؟ وانت سمعتني؟ سمعتك. سمعت كلامك الظريف امبارح. سبحان الله. زي ما يكون ربنا بيثبت لك ان انا الصح. حتى لو كنت غلط. ما ينفعش تتريق عليا وترزعي الباب في وشي. انا في الاخر ابن عمتك الكبير، ولا ايه؟ ابن عمتي الكبير؟ والله؟ ماشي يا حازم. يا دي النيله على الصبح. ايه ده؟ إيه انا ابن عمتك الكبير؟ ايه ده؟ ينفع تقول كده؟ ما لو لا عشيق. ايه عشيقها دي يا اوفر؟ لا طبعا، انت في حكم المخطوبين، انت دلوقتي عارف هي فهمت ايه؟ فهمت ان انت بتقول لها انا ابن عمتك وبس. لا انا ما اقصدش، انا كل اللي اقصده ان عمته امبارح ده كان فيه قله احترام ليا. ما دام فيه قله احترام يبقى ما ينفعش اكون زوج ليها. تصدق يعني انتوا كلكم خانقه، على فكره انا ما غيرتش، يعني انتوا عاملين بالظبط زي وجدي وامه. والله. ما علينا، مالها بقى الست نادين هي كمان؟ مش عارفه اسيطر عليها. نادين كبرت، كل تصرفاتها ما بقاش فيها ريحه العقل. ايه بتحب ولا ايه؟ يا ريت كان يبقى اهون. موضوع عايز شرح. اعتذر لخالي وانا هشوف احمد واتكلم معاه. اقعدي مع نادين شويه وانت بتتكلمي معاها في اي موضوع هتفهمي لوحدك. خلاص؟ تمام. سلام. باي. عادي يعني، جملة قلتها وأنا متعصبة. ممكن أكون كنت غلطانة، بس مش كل حاجة ياخد لها موقف. ما أنت زيه بالظبط، كل حاجة بتاخدي لها موقف. يعني أنت شايفة مين غلطان دلوقتي؟ بصراحة أنت. هو طالع عند أحمد؟ طلع. أنا خايفة اللي اسمها منال دي تطول لسانها عليه. لا ليه يعني؟ ده أنا والله كنت خلي نهارها أسود. ايه حزوم، عامل ايه يا حبيبي؟ اتفضل لك يا احمد. تعال خش. انا جاي اقول لك كلمتين وهمشي على طول. خير؟ عامل انت عارفني، انا في الحق مش بجامل. وانا شايف غلط، وشايف برضه اني سرقاك السكينه. انا جاي اديلك جرس جنب ودنك، ولو انت بقى هتطنش دي قصه تانية. والله يا حازم مش عارف اقول لك ايه. انت جاي تتكلم في حاجه انت مش عارف فيها اي تفاصيل، وبتضرب جرس ومش جرس. انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع. وابدا ما تتكلم في حاجه انت مش عارف تفاصيلها. لا لا يا احمد، مش ابوك محتاس بمامتك. مامتك مرميه على الارض ومغمى عليها، هو ده العيب. اي حاجه هتقولها لي مش هتاكل معايا، مش هشتريها. هاي، ازيك يا حازم؟ ازيك يا منال؟ خير؟ هو في حاجه؟ في طنط سميره اغمى عليها وجالها هبوط. لا الف سلام عليها طبعا. بس معلش انا كاني سمعت كلام غريب، كان احمد هو سبب في ده. انا قلت لاحمد كل اللي عايز اقوله له. لا معلش معلش، اصل انا عايز اسمعه تاني. اللي يخص احمد يخصني. هو يحكي لك بقى. احمد، انا قلت لك كل اللي عايز اقوله لك، ويا ريت تاخد بالك. لازم تظبط نفسك وتصلح غلطك، لان الحاجات دي مش حلوه انها تستنى. سلام. استنى استنى بس، وانت فاكر نفسك يعني جاي لبيتنا ترص لنا كلمتين مظبطهم واخد بعضك وماشي؟ مش تسمع رد يا دكتور؟ اللي قلته ملوش رد، وحتى لو في رد ما يهمنيش اسمعه، ولو سمحتي ما تدخلنيش في حوارات معاكي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ايه صباعك ده؟ ايه ده؟ هو تهديد ده ولا ايه؟ ولا خلاص انا مش واخده بالي؟ خلاص خلاص بعد اذنك. اسكت انت بس وما تتكلمش، اصل انت طيب مش بتعرف ترد. اسمع يا حازم، مش انا هتبقى قاعده في بيتها ويجي حد بقى يديها ويدي جوزها تعليمات. عايز تعمل كبير العيله براحتك، اعمل ده على اي حد بس مش علينا. عندك عيلة عبادة كلها، اعمل فيها ما بدالك، بس لحد البيت ده وستوب. على فكرة أنا أعرف أرد عليك كويس أوي، وأعرف أعلي صوتي كمان. بس أنا كنت منتظر رد من أحمد. بس واضح إن مفيش. بعد إذنكم. أنت إزاي ساكت وهو بيبهدلني بالشكل ده؟ أنا الغلطانة، الحق علي اللي بدافع عنك. يا حبيبتي ما أنا جيت أتدخل ما بينكم، أنت سكتيني. أنا هنزل أشوف ماما. وكمان هتسيبني؟
مش قادر تستنى بتنفذ الأوامر على طول؟ حبيبتي هما 10 دقايق بالظبط، هنزل أطمن عليها وأطلع على طول. مرسي قوي يا أحمد، مرسي قوي إنك بتصغرني قدام عيلتك. اعمل اللي أنت بتعمله. يلا معلش أنا اللي غلطانة، روح روح لمامتك، يلا روح بقى. منال هي بقى هتعرفي تردي عليا؟ ارد عليا يا هبله انت؟ انت بنت اتجننتي؟ اقسم بالله اللي انت بتقوليه ده كفر. ماشي يا امنيه، اهدي بس كده وحاولي بس تردي على تساؤلاتي. تساؤلاتك يا خيين على ابو تساؤلاتك، وانا ارد على تساؤلاتك ليه من اصله؟ وانت تساليني اسئله زي دي ليه اصلا من اساسه؟ بنت انت جالك تخلف عقلي. ايه يا امنيه؟ هو انت عشان مش عارفه تردي عليا هتطولي لسانك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، بصي لي كده ماما، بصي لي بصي لي، انا عايزه افهم. يعني انت عايزه توصلينا لايه؟ يعني مثلا يعني عايزه توصلينا ايه بكلامك ده؟ انت كده بقيتي في الحلاله. حلاله ايه؟ حلاله دي؟ حلاله دي يعني هبل هطل تخلف يعني. والله انا شايفه ان الهبل والتخلف العقلي هو ردودك عليا مش انا. والله وانت بتحلفي ليه بقى دلوقتي بربنا؟ عادي يعني، ما انا لسه مقتنعه ان في ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. اقسم بالله يا نادين لو سمعتك بتقولي الكلام ده تاني هنسل الجزمه على دماغك. يا جماعه في ايه؟ مالكوا صوتكوا عالي؟ ايه ايه يا اخويا انت سايبني معاه لوحدنا ليه؟ انت سايبني مع ام لهب؟ دي اتجننت خالص. ما تحترمي نفسك بقى. لا بقى معلش احترمي نفسك انت، والله هنسل الجزمه على دماغك. ما تقدريش على لا انا مجنونه. اسكتوا بقى خلاص. نعملها ايه طب دلوقتي؟ يعني دي نعملها ايه؟ دي نقتلها ولا ايه؟ يا سلام انا غلطت اللي طلعتك. اه غلطت جدا على فكره. انا مش فاهمه يعني انتوا ايه علاقتكم باي حاجه انا بقولها؟ وايه اللي مزعلكم باي حاجه انا بفكر فيها؟ بقول لكم انتوا الاثنين انا مش عايزه اي حد يتدخل في حياتي، واللي مش عاجبه كلامي وتفكيري يا ريت لو ما يتكلمش معايا احسن. كده خلص كلامي. وايه اللي حصل؟ انا هقول لك اخويا اللي حصل وانت اشهد علينا. انا بقولها ايه؟ جمعه مباركه. فردت عليها بغلسه كده وقالت لي ايه جمعه مباركه دي؟ انا بقول لها كده عشان تخش تصلي لها ركعتين تقوم تصلي الظهر. لقيتها بتقولي كده، فجأة لقيتها بتقولي وانا اصلي ليه؟ وانا اصلي لمين؟ ما خلصتش، اتجننت ولا ايه؟ اقسم بالله انا في كابوس كابوس، انا مش عارف ايه اللي عامل فيها كده. قولي قولي احكي لي يا اخويا ايه اللي حصل؟ ده حصل معاها ازاي يعني؟ من النت، فيسبوك، تويتر، في ناس كتير بتفكر بنفس تفكير نادين، ونادين دماغها شغاله 24 ساعه زي ما انت عارفه. بس دي مش طفله، دي دكتوره، انا مش عارف اعمل لها ايه. لا ولا حاجه يا اخويا، زي ما انت قلت دي مش طفله خلاص، منها بقى ربنا هنعمل لها ايه؟ هو بقى يوريها غضبه. حسبي الله ونعم الوكيل. حرقت دمي. سلامتك، الف سلام عليك يا سمير. الله يسلمك يا كرم. على فكره انا زعلان منك يا كرم. نعم يا اخويا، زعلان مني ليه بقى؟ ان شاء الله انت ما تسالش عني خالص. لا حوش يا اخويا، اسئلتك انت وزياراتك اللي ما بتخلص. يا عم انا قادر اتحرك ولا قادر اقوم مكاني. يا عم ما انا عارفك، انت عايزني اجي واقعد جنبك وتقعد تناكف فيا في الفاضيه وفي المليانه. جوزك ده ما بيتفقش معايا ابدا في اي حاجه. انا اقول يمين هو يطلع شمال. ربنا يديكوا الصحه ويخليكوا لبعض. امين يا رب. احنا كلنا عايشين في عماره واحده على الفاضي، محدش بيسأل عن حد ولا حد داري بالتاني. مفيش غير حاتم الله يكرمه. حالة ايه دي؟ عيالنا عدونا عدونا يا توفيق. طب تصدق بالله انا بقالي شهر عدى عليا ولا شفتش الواد ابنك، الواد اللي اسمه احمد ده، ما شفتوش. اسكت انا امه، ما شفتوش بقالي اسبوع. اتفضل، بقينا في اخر الزمان يا توفيق. فاكر يا كرم في بيت ابوك يوسف؟ كان ليلى كل يوم تشوف بعض مرتين وثلاثه في اليوم. الصبح نفطر مع بعض ونتغدى مع بعض، واللي ما جاش على الغدا لازم يجي على العشاء بالامر لازم. يا سلام، كانت الدنيا وديني، كانت الدنيا غير الدنيا، لكن ما تبقاش منها الا المساخه. المساخه دي سبقتنا احنا كمان، لا بقينا نسال عن حد ولا نعرف أي حاجة عن حد. لما سميرة تعبت امبارح اترعبت، مت في جلدي.
يا سيدي على الحب اللي بعد 70. الله أكبر من عينك. أحبه أنا. نادين أنت بتحبيني ولا أنا عادي بالنسبة لك؟ أيوة طبعاً يا حنزل، أنا بحبك أوي، أنت عارف كده كويس. طب كويس، أنا طالب منك طلب. اتفضل. أنت دلوقتي شاكة في كل حاجة، وضروري في حاجات معينة غير شكاكتك، صح؟ صح. طيب أنا عايزك تسجلي على الموبايل بتاعك كل حاجة، كل حاجة بمعنى كل حاجة خليتك توصلي اللي أنت فيه ده. ليه؟ عايز أسمع وجهة نظرك، أفكر في اللي بيدور في دماغك بهدوء. عشان ترد عليه؟ على فكرة أنا واثق في دماغك جدا، وعارف إنك مش بنت متخلفة زي ما أمنية بتقول. أنت عارف يا حازم إن أغلب عباقرة العالم كانوا ملحدين ولا دينيين؟ يعني يا حازم الدين ده مجرد. سمعتي لو سمعتي، إحنا مش هنتكلم في حاجة دلوقتي. اعملي اللي طلبته منك، أنا عايز تسجلي كل حاجة، كل اللي بيدور في دماغك، خلاص؟ وأنا مش هرد عليكي دلوقتي، لو سمعتي. ماشي يا حازم، بس بشرط. إيه هو؟ إنك ما تديش التسجيل ده لحد، ولا تروح بيه للشيخ عشان تسألهم. أنا عايزاك أنت اللي ترد عليا. حاضر. وردانا دين. لسه زعلان؟ لا خالص. حاليا عايزك تفهميني يا ربوبي، انا مش متضايق واعمل فيها كبير العيله زي ما الست منال ما بتقول. انا بعمل حاجه بعملها من قلبي وربنا اللي يعلم. والله عارف، وبحس ان انت شايل حمل كبير قوي عليك، خصوصا يعني ان انت بتروح تزور ناس في العيله. والله العظيم انا لو شفتهم في الشارع ما اعرفهمش اصلا. وانا ما تعرفي بقى اني طالع اسكندريه عشان ازور طنط سناء بنت عم امي وابوكي. ما اعرفهاش. لا 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 عارفاها، مش هي دي اللي كانت متجوزه المحافظ؟ طبعا انت افتكرتيها عشان كانت متجوزه المحافظ. بصراحه اه، هي لسه عايشه. عايشه، عندها 80 سنه، ربنا يديها الصحه وطول العمر. انت ازاي بتعمل كل ده وليه؟ مش حاجه اسمها ازاي وليه، احنا عيله كبيره قوي ولازم يبقى في لينك ما بيننا. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عليه افضل الصلاه والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. صله الرحم مهمه جدا يا عليا. طب ايه رايك بقى، انا ناوي اعمل بيج كبير على الفيسبوك هجمع بيه عيله عباده كلها بالصور وارقام التليفونات، واعمل جروب على الواتساب تاني اكبر هحط فيه العيله كلها. احنا عيله كبيره قوي علي. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ما تحطنيش في الجروب ده؟ ليه يا بالرويه؟ والله العظيم ما بالرويه، بس يعني مسجز غريبه، مساءك فل، صباحك عسل، 500 مسج في اليوم، دي ردت دي ما ردتش. كفايه عليا الجروب الصغير اللي احنا فيه. الجروب الصغير اللي احنا فيه؟ قال يعني انت بترد عليه؟ انا عامله ميوت بقالي سنه. ليه كده بس؟ ليه؟ احنا مقصرين مع بعض جامد قوي. بذمتك لو في حد مات في العيله ما بتحسيش انك ندمانه انك قصرتي معاه؟ بحس طبعا، بس اديك شايف مشاغل الدنيا، يعني كل واحد مهتم بمصالحه الشخصيه. انا مش مقتنع بالكلام ده. عندك في العماره مثلا انا بفوت عليكم واحد واحد عشان اطمن عليكم، ولو ما عملتش كده ما حدش فيكم يعرف خبر عن التاني. وانا اهو شغال هنا وبفتح حياتي وبحضر لجوازي. جوازي. جوازك؟ من مين بقى؟ من أكتر بنت بالرواية في مصر. أمنية. أيوة أمنية. أيوة يا حازم، الحقني. مالك أمنية في إيه؟ بابا جرى له حاجة؟ افتحي الباب يا أمنية. واجدي هنا في البيت، وأنا حابسة نفسي أنا والعيال في الأوضة، عايز ياخد العيال، تعالى لي بسرعة. طيب طيب، أنا جاي حالا. ده كمان خلي مش هنا. جاي حالا. طيب مع السلامة. مش هفتح. بتعملي ده غلط. بقول لك مش هفتح، وقسما بالله لو كسرت الباب هبطحك. قومي يا واد هات الفازه دي. ده هتضربي بابا؟ بقول لك مالكش دعوه، قوم هات الفازه. افتح لبابا يا حبيبي. عارف لو فتحت، عارف لو فتحت والله هفتح دماغك. اقعد اسمع الكلام. يلا اتفضل امشي. افتحي واسر الشر. على فكره انا اسر الشر، عشان كده مش عايز افتح الباب. قسما بالله لو فتحت الباب هبطحك. وعلى فكرة بقى أنا أخويا جاي في الطريق وهيبهدل الدنيا، اتفضل يلا امشي. ماشي يا أمنية. أنت مين؟ وبتعمل إيه في بيتي؟ إيه يا أم كرم؟ حضرتك نسيتني ولا إيه؟ أنا واجدي جوز أمنية. كنت يا أستاذ، كنت، لكن دلوقتي لا، العفو إنك أنت مطلعها، مش كده ولا إيه؟ وحتى لو ما كنتش، أنت إيه اللي دخلك بيتي؟ إيه؟ وبدون إذني؟ هي فين أمنية؟
ما هي حضرتك قافله على نفسها جوه واخد الاولاد وحبساهم ولا اكني كنت جايه اكلهم. انا مش فاهم في ايه. وحضرتك ممكن تكلمها كده تخليها تخرج، وعلى فكره من حقي ان انا اشوف اولادي. انت مش من حقك في اي حاجه تاني يا استاذ. الصح اللي اعمله ان اطلبك دلوقتي البوليس يسحبك من عفاك لان اقتحمت بيتي وبدون اذني. بس انا مش هعمل دوت اكراما لاولادك، مش هعمل ده. اتفضل يا استاذ قدامي، اتفضل. وابدي اللي انت عملته ده كله غلط، مش دي الاصول ولا دي اخلاقك اللي انا اعرفها. لا مؤاخذه حازم، انا عملت ايه؟ انا من ساعه ما جيتوا كلكم عاملين تلوموني كاني عامل جريمه. انا راجل جاي يشوف مراته وعياله، ده من حقي. ايه مراتك مين يا ابو مراتك؟ امنيه لو سمحتي، لو مش هتسكتي ممكن تتفضلي لو سمحتي. لو سمحتي بس بيقول مراته. مراتي ايه الغلط في كده؟ مراتك انت مش طلقتها؟ طلقتها لكن رديتها. رديت مين؟ معلش مش واخده بالي. رديتك انت يا روح قلبي. انت ناسي انت مشوري العده ولا ايه؟ ومن حقي ان انا اردك. وزي ما قلت امبارح قدام ابويا وعمي هقولها النهارده وانتوا شهود اهو. انا رديتك يا مراتي يا حبيبتي. ازاي يعني تردني من غير رضايا؟ على فكره عادي. ولا كلامي غلط يا عمي؟ ولا ايه رايك يا دكتور؟ شرع عندها حق، بس دي مش احسن طريقه ترجع بيها مراتك وام عيالك. لا ثانيه واحده، هو اصلا الكلام اللي بيقوله ده ينفع؟ ينفع. بدليل ان كلامي صح وهم قاعدين ساكتين. مش انت ما رديتيش تبريني؟ يبقى انا من حقي اردك. قومي يا حبيبتي بقى واستهدي بالله كده وهاتي هدومك وهدوم الاولاد، خلينا نروح. ده مستحيل يحصل يا وجدي، انا اصلا مش عايزه ارجع لك. ايه يا حازم انت ساكت ليه؟ امنيه ممكن تقومي لو سمحتي؟ تقوم تروح فين؟ اهدى على نفسك بقى وفضل عضلات، ده ملوش لازمه. لو سمحتي يا امنيه ممكن؟ حاضر، بس يكون في علمك انا مفيش قوه في الوجود تقدر تجبرني ان انا ارجع لك وانا مش عايزه. هي دي الرجوله وجدعانه بقى من وجهه نظرك؟ طبعا يا دكتور ده حقي وانا بطلبه بشرع ربنا يا دكتور، ما بعملش حاجه غلط. ولما انت عايزها وشاريها قوي كده طلقتها ليه؟ كان كل يوم زن طلقني تمام طلقتها ورجعت في كلامي دلوقتي وعايز اردها، وده من حقي برضه. بص يا ابني واسمع كويس، شرع ربنا ده على عيننا وعلى راسنا، ده لا جدال فيه. بس شرع ربنا كمان بيقول في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم، صدق الله. أنت بقى تعتقد أن بالطريقة بتاعتك دي جوازكم في سكنة في مودة مبني على الرحمة؟ أنا لا أظن. بس التأثير مش من عندي. أنا عارف أختي كويس وعارف إن التأثير مش من عندها. اسمعي يا وجدي، لو عايز أختي لازم تفكر كويس، وهي كمان تفكر كويس، ونتقابل هنا بعد أقل من شهر، مفهوم؟ ولعلمك أختي مش هتخرج بره البيت ده غير برضاها أو على جثتي، فاهمني ولا أقول تاني؟ تمام، هي ميعادنا بعد أقل من شهر. سلام عليكم. معلش يا خال بقى تعبناك وصدعناك معانا. يا صداعي. بالعكس يا بنات، بالعكس، ده انتوا سليتوني، انا محتاج للاكشن ده على طول. بدل ما انا قاعد في المطبخ 24 ساعة ولا شيف الشربيني. ربنا ما يحرمنا من وقفتك دي ابدا يا بابا. طب والله يا حازم بدوق منه احلى اكل في الدنيا. طبعا خلو احلى اكل في الدنيا، يعني هو في حد بيعمل زي خلو اكل يعني؟ ده احلى اكل. عشان كده انا عايز اكلم خاله في موضوع مهم يعني لو يسمح لي. قول يا حبيبي قول. اتكلم ما تقول. انا هقول والله على طول اهو. خالي انا يشرفني ان اطلب ايد عليا من حضرتك. قولها تاني كده. يشرفني اطلب ايد عليا من حضرتك. مش سامع. يشرفني اطلب ايد عليا عادي وعليا من حضرتك. مش قادر اتكلم يا خالي. يشرفني اطلب ايد عليا من حضرتك. وليه يا ابني ليه؟ ايه ليه تعمل في نفسك كده؟ خدتني يا خالي ولا طول. وفي جمال ورقت عليها اكيد مفيش. ماشي يا سيدي ربنا يخليك. ماشي يا سيدي ربنا يخليك. يا اولاد اللذينه.
وانا كنت اتمنى حد احسن منك. ها احسن منك انت يا حازم. تعيش تعيش يا خال. ربنا يكرمك يا ابني ويوفقك. بس دلوقتي عارف انا مستعد استقبل الموت في اي لحظه، وانا مطمن على بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ يا خال انت مش عايز تبقى جد ولا ايه؟ اتمنى طبعا يا واد، اتمنى ابقى جد وجد جد كمان. بس بصراحه بقى يا ابني، انا بكل امانه بكل صدق، الليله دي من اسعد ليالي حياتي. الحمد لله. مبروك ان شاء الله ان شاء الله. زغروطه يا امنيه زغروطه. She'll be fine man. We're not gonna leave her. ده ايه ده؟ الو؟ ايوه يا نمر، الزهريه دي جايه منين؟ من شقه الحاج كرم؟ طب انا عايزه اعرف حالا ايه الموضوع؟ يلا بسرعة. ينفع يبقى الموضوع عيلي؟ مبسوطة؟ مبسوطة. لو انت مبسوطة انا مبسوطة. تصدقيني علي، لو قلت لك من طول عمري بحس اني كتير قوي عليا. تصدقيني. نعم أكيد، يعني أنت بتهزر. أنا جد جدا. أنت مش مجرد بنت أنا اخترتها تكون زوجة ليا، أنت حلم قديم أوي بالنسبة لي. بس أنت عمرك ما حسستني بكده. بصي بقى، أنا حبي ليكي عدى بمرحلتين. مرحلة أولانية وإحنا أطفال، ساعتها كنت بحس إن أنا مش قد المهام، مش عارف ليه يا كمية. مش عارف يعني، كنت بخاف يعني لو جيت قلت لك انا بحبك تضحكي عليا او تتريقي. كنت بحس انك كتير قوي عليا قوي. انت مجنون بقى، دي المرحله دي بالذات كانت في عز حبي ليك. بس بصراحه يعني كنت بتغاظ منك عشان مش بتيجي تتكلم معايا، فقلت بقى ان انا لازم اتنك شويه. ايه المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه لما رجعت احبك تاني بعد المدرسة والجامعة. كنت خلاص فقدت الأمل، كنت أحس إنك عايشة في عالم خاص ممنوع أدخله أو حتى أقرب منه. بس من سنة ونص فاتوا بعد وفاة والدتي الله يرحمها، شفت نظرة مختلفة. حسيتك إنك بتبصي لي بس عمري ما شفتها قبل كده. ما أنا قلت بقى إن التنكة مش جايبة همها بصراحة. يعني سوري، يعني شايفة يعني واحد جبلة قدامي. جبلة؟ جبلة بصراحة، فقلت يعني شكلنا كده منعجز. بس الغريب بقى ان انا اول ما اتغيرت معاك لقيتك شخص تاني تماما. انا كده اللي يحبني اشوف اللي فوق راسي، انما اللي يتعوج يزعل. وانا عمري ما هزعلك. وانا عمري ما هزعلك. عمري. ما عرفتش ازاي؟ مش انا قايله لك يا بني ادم اي حاجه تحصل في البيت ده تيجي تقولها لي على طول؟ امال انا بديك فلوس على ايه؟ طب تيجي ازاي يعني؟ تيجي ازاي اطلع اقول لهم مساء الخير انتوا بتزغرطوا ليه؟ تيجي ازاي بس يا مدام دي؟ لا مش كده، بس على الاقل تروح تطلع لهم، تدخل تسال اي سؤال، جايز تعرف منهم اي حاجه، مش قاعد زي البجم الكسلان ولا بتعمل اي حاجه. يا مدام مش محتاجه، الحكايه باينه خالص يعني. باينه ازاي؟ اكيد الدكتور حازم خطب الانسه علي. باينه ولا مش باينه ايه؟ طب يلا امشي، غور من قدامي يلا. بعد ما نديها الحل تقول له ما تبرطمش. ماشي. ايه ده؟ مالك؟ مالك ايه توفيق؟ انت كويسة؟ أنا كويسة الحمد لله، أنت اللي مال؟ أنا تعبان، حاسس بسخونية، بس ما رضيتش أقول لك،
لانك لسه قايمه من التعب. هجيب لك ترمومتر. لما هتيجي يا حبوب استحلام احسن صوري زي الحجر. حاضر. تفضل ترمومتر. يبقى الشرف وشي من امبارح ليه؟ حط البتاع ده في بقك. ردي عليها الاول. تزعلان عشان عملت. ايوه توفيق طبعا زعلان. الواد ده كان مؤدب. ايه اللي قلبوا عليا فجأة كده؟ يعني انا احمل واخلف واربي واكبر عشان في الاخر ابني يجي يهزقني؟ ليه بقى؟ الشباب اليومين دول مش عارفين ولا شايفين الاب والام بيحسوا ايه ناحيه ولادهم. السكينه سامعاهم. بس احمد مش قصده ومش واخد باله. انت بتدافع عنه يا توفيق؟ لا انا مش بدافع عنه. انا بقول لك الحقيقه اللي احنا عايشينها دلوقتي. افتكري واحنا صغيرين ما فكرتيش في يوم ان زعلت امك او ضايقتيها؟ وانت صغير كنت بتعمل كده؟ انا كنت صغير من زمان قوي مش فاكر. لا بجد كناش نجرؤ نعمل كده. الدنيا غير الدنيا. انا مش عاوزك تضايقي نفسك ولا تعكنيني على روحك. نعملنا اللي علينا. ربينا وعلمنا وضحينا الحمد لله. هي منى للعقربة السبب. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. اهلا اهلا اهلا. جيت في وقتك يا حازم. خير يا طنط؟ خلي في حاجه ولا ايه؟ تعبان؟ لا هو بيقول انه سخن بس هو لا سخن ولا حاجه. هو بيحب يلفت نظرك كده. ربنا يخليكوا لبعض. يخليك. ده انا كنت جاي لك وجايب لك معايا خبر حلو. خير ايه؟ انا هخطب عليها. ايه ده؟ بجد؟ الله ده اجمل خبر انا سمعته. ده ايه السعاده دي يا رب. وقابلت كرم؟ قابلت واتفقت معاه على كل حاجه. الله فرحتني فرحتني يا حازم. ايه بقى في ايه؟ اول ما جيت قلت لي كويس انك جيت في وقتك. خير في حاجه؟ لا لا مش مهم بقى دلوقتي ناجلها. خلينا في فرحتك انت. مش حاجه اسمها ناجلها. قولي لي في ايه؟ طمنيني. احمد يا حازم من ساعه الخناقه هو ما جالكيش لحد دلوقتي؟ وليه ما قلتليش؟ انا كنت لسه هكلمك اشكي لك دلوقتي. والله انا خايفه ربنا يفتكرني ولا حاجه ويقعد طول عمره زعلان انه كان مزعلني شايل همه. اولا ربنا يديك طول عمره والصحه. ثانيا احمد عمره ما يبعد عن ضلك ابدا. هو بس بيتدلع عليك شويه وان شاء الله مش هتعدي الليله غير لما اجيبه لك يبوس ايدك ويصالحك ويقول لك حقك عليا. بجد يا حازم؟ طبعا. الله يخليك يا حازم والنبي انت ابني. انت عزيز عليا زي ابني بالظبط. وانت حبيبتي. الله يخليك يا حبيبي. بس حلو قوي الخبر اللي انت قلته ده. نمر نمر. ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور. هو امر يا دكتور. باشمهندس احمد لسه ما جاش صح؟ لا لسه ما جاش بس هو على وصول. طالما مدام منال هنا هو مش هيتاخر. تمام. تقوم بحاجه تاني؟ لا لا روح انت. يا طنط سميرة. لا لسه ما جاش. أول ما يجي ياخده واطلع على طول. معلش معلش يا حازم يا ابني. أنا تعبك معايا. متشكرة قوي. طنط ما تقلقيش. إن شاء الله خير. يلا سلام. سلام يا حبيبي سلام. قال لك إيه؟ قال لي هيستنى تحت ويجيبه ويجي. كويس إن أنت صحيت دلوقتي. أنا مش عارف إيه اللي صحاني لما حظي حلو وحشني من إيه ده؟ مش كفاية علينا غياب أخته. بقول لك إيه؟ أنا ما أشوفه مش هقدر أمسك نفسي ولا هقدر أشد عليه، أنت بقى. أنا بقى إيه؟ ما هو عايشني زيك بالظبط. معلش، لازم حد يشد وحد يرخي عشان ما يستسهلش الهجر والخصام معانا. طيب، أنا موافق، أنا هدخل قبل ما يجي وأسيبك أنت بقى تحضنيه وتبوسيه زي ما أنت عايزة، وأطلع أنا أتفاجئ بيه، أديله وش وأنت بقى تصلحيه. اتفقنا؟ اتفقنا. ده
بس صالحين على طول، ما تطوليش عليا. لا مش هطول. انا اسف يا سيدي، انا اللي غلطان، بس في الاول وفي الاخر دي امك ولازم ترضيها. انا هاخدك تطلع معايا لفوق تبوس ايديها وتقول لها حقك عليا. اسبوع بحالهم خاصمها، وكمان ابوك زعلان منك. انت قادر تعمل كده ازاي؟ انت ما تعرفش بتعمل مع مدان ازاي. منال لو عرفت حاجه زي كده ممكن يحصل لي مشاكل. انت ما تعرفش منال؟ لا عارفها، عارفها كويس، وعارفك انت كمان. طب ما تغير يا احمد. مش انت احمد اللي انا اعرفه. اتغير زي ما انت عايز براحتك، بس مش على ابوك وامك. طب انا موافق، بس منال ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. يعني ممكن تقول لها ان هي اللي اتصلت بيا وصالحتني. ايه رايك؟ ايه القرف ده؟ في ايه مالك؟ هي ماسك عليك زلة؟ مش كده يا حازم، بس منال زعلها وحش ولما بتقلب وشها. حازم يا ريت تفهمني، انا بحب منال قوي، بحبها بشكل انت عمرك ما تتخيله. عشان كده مش بعرف ازعلها، ان هي لما بتزعل انا بشوف كل الدنيا سودة. انت لو زعلت امك هتشوف الدنيا سودة برضه. انت ما بتزعلش امك بس، بتزعل ربنا كمان. فاهم ده ولا مش فاهمه؟ بحب منال زي ما انت عايز براحتك. بس عايز اقول لك على حاجه، في اي قلب من بتوع منال دول انت ممكن تسيبها تتجوز واحده تانية، هتشوف بديل. يعني ان امك وابوك ما لهمش بديل. ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. يا اخي انا نفسي في ثانيه واحده بس اشم فيها ريحه امي، واسمع حتى صوت ابويا. فوق يا احمد فوق. طب يومين كده وان شاء الله الموضوع هيتحل. دلوقتي؟ لا يا حازم، يومين ان شاء الله وانا هطلع لها واحل الموضوع باذن الله. مع اذنك. الله، امال احمد ليه مش معاك؟ هو لسه ما جاش؟ والله يا طنط هو مشغول شويه، وانت عارفه الشركه الجديده اللي فتحها يعني تعباه شويه. طيب يا ابني اتفضل. يعني هو لسه هيجي دلوقتي؟ اه طبعا، اكيد اكيد ان شاء الله. اوعى تكون قلت له ان انا قلت لك. لا طبعا يا طنط. يعني هو لسه ما وصلش بيته مش كده؟ لا هو وصل. طلع بيته خلاص؟ طب هو ايه؟ يعني فهمني يا حازم، في ايه؟ هيجي ولا مش هيجي؟ لا طنط مش عارف، وعايز يعمل ايه بالظبط؟ مش عارف. هو رفض يجي مش كده؟ هو ما رفضش، هو بس يعني مش عارف. اهلا 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 يا حازم. اهلا اتفضل. امال فين احمد؟ جاي اكيد هيجي. والله ما قادره اصدق. يعني عايزك تروح بالعافيه بذمتك؟ انت فاهم قريبك ده حبيبتي؟ مش قصه بالعافيه، هو عنده حق، في الاول في الاخر دي امي. والله انت غلبان وطيب. يعني انت مخك ده يا باشمهندس مصور لك ان حازم يا عيني مشغول بعلاقتك بابوك وامك؟ امال هيكون ايه؟ على فكره حازم انسان طيب جدا، انت بس اللي مش عارفاه. لا انا عارفاه، وما هوش طيب ولا زفت. حازم له اكتر من غرض. اولا هو عايز يبقى كبير العيله، وطبعا انت خليك نايم في العسل. ها ثانيا هو بيكره علاقتي بيك، مش عايز علاقتنا تستمر، بيكره حبنا لبعض، بيقول لك هعمل ايه؟ قويك عليا بامك. لا لا ثانيه واحده بس، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وحازم هيكره علاقتي بيك ليه؟ لازم تعرف يا احمد ان حازم بيغير منك. اولا انت اغنى منه ومتجوز واحده زي القمر وبنت ناس،
وحياتك كده رايقة وأحسن منه، يعني حياتك كلها على بعض أحسن من حياته. فطبيعي بقى إنه يبقى غيران منك عايز يأذيك، والمصيبة إن مامتك بتساعده في ده. كلهم عايزين يشوفونا منفصلين عن بعض ومش مع بعض، وإحنا مش لازم نسمح لهم أبداً بده. معاد الدواء يا حبيبتي. لا عايز أكلم بنتي. والله بحاول أتصل بيها ما بتردش. ما تنسيش فرق التوقيت. فاكر توفيق وإحنا بنخلف أحمد؟ وانت كنت فرحان قوي قوي، وانا سألتك ايه سر فرحك ده كله، قلت لي عشان ده اللي هنموت في حضن. تفتكر يا توفيق ده اللي هنموت في حضنه؟ خفي عن نفسك يا سميرة، ابنك لازم يفوق، وما فيش احنا لازم نفوقه ونفهمه غلطه. انا من بكره الصبح هنزل أشده من ودنه وأجيبه لحد هنا. ناخد دواء بقى يا سميرة. سميرة، 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 سميرة. يا سميرة الباشمهندس أحمد فين؟ جرايا يا نمر، هو في إيه؟ الباشمهندس أحمد فين؟ فين يا نمر؟ باشمهندس حضرتك لازم تنزل ضروري عند الحاج. ليه ضروري؟ ليه؟ ثانية واحدة، في إيه؟ أصل إيه؟ ما تنطق، ما تنطق. الحاجة تعيش انت. ايه؟ أمنا أنا كنت أعدي عليك الصبح، والله العظيم كنت أعدي عليك الصبح، ما كنتش أروح الشغل. كنت هقعد معاك أشوف المسلسل. سامحيني والنبي. سمعت كلامك، بس أنا والله كنت هجيلك. هتسامحني؟ إن شاء الله هتسامحني، إن شاء الله. امسك نفسك. بابا. أسمع بهم وأبصر يا الله.
بس فكرة إنه أنكل توفيق يعيش معنا دي فكرة كويسة. آه فعلاً، برضو خاله هيقدر يخفف عنه. بس قول يا حازم، هو أحمد معرضش يعني إنه أنكل يعيش معانا؟ لا وقاله طبعاً، بس طبعاً أكيد مش طايق اللي اسمها منال دي، ولا طايق يشوف وشها. بقول لكم إيه، أنا لما أموت مش عايزة الدوشة دي كلها، وتفنوني في أي حتة أنتوا عايزينها وخلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يعني، معلش يعني، أنت بعد عمر طويل مش عايزاهم يعني يعملوا لك عزا يعني ولا إيه؟ مش فاهمة. دي وصيتي وأمنية ولازم تنفذها. لا بجد أنا مش ناقصاكي، معلش كفاية، معلش. بعد الشر عليكي، بقول لك إيه، احتفظي بالكلام ده لنفسك، ها؟ إحنا مش ناقصين الكلام ده دلوقتي. هو أنتوا ليه فاكرين إن أنتوا بس اللي زعلانين على طنط سميرة؟ ما أنا كمان زعلانة عليها يمكن زيكوا وأكتر كمان. مش معنى يعني أنا بفكر بشكل مختلف عنكم شوية أبقى أنا ما عنديش إحساس. بقول لك إيه، مش إحنا ورانا قراءة قرآن ودعاء؟ نقوم كده نقرأ ونركز عشان نهدى، عشان أنا أعصابي بتبوظ منها. طب هنسيب حازم؟ روحي عالية، طنط سميرة دلوقتي محتاجة قراءة القرآن والدعاء. وسيبوني نادين، عايز أتكلم معاها شوية. زعلان على طنط سميرة؟ أكيد يا حازم، أنا كنت بحبها قوي. يمكن يعني ما كنتش بشوفها كتير في الفترة الأخيرة، بس أنا فاكرة كل الذكريات الحلوة معاها، ومش مصدقة أنا مش هشوفها تاني. ممكن تكوني مش هتشوفيها في الدنيا، بس إن شاء الله ربنا هيجمعنا معاها في الجنة. من فضلك أنا عايزك تعملي اللي قلتلك عليه، سجلي كل أسئلتك عشان أنا مصر أجاوب عليها. ده وقته يا حازم؟ آه طبعا وقته. نادين، فكري في اللي حصل النهاردة، في اللي حصل امبارح، في موت طنط سميرة الفجأة. فكري في الموت واللي بيحصل بعد الموت. مفيش حاجة بتحصل بعد الموت يا حبيبي. لو مفيش حاجة بتحصل بعد الموت يبقى مش هتخسري حاجة، بس لو في حساب هتزعلي قوي. ماشي يا حازم، بس الموضوع ده هياخد مني وقت. ده لو انت فعلا عايز تعرف انا بفكر ازاي، ومش هياخد يوم ولا اتنين، هياخد مني تفكير كتير. واكيد يعني مش هعمل كل الكلام ده دلوقتي. يا ريت ما تطوليش عشان مفيش حد ضامن عمره، ولا ايه؟ بعدين معاك يا احمد. بعدين ايه؟ تفضل كده؟ لا بصراحة أنا مش فاهم السؤال. أنا أمي ماتت امبارح وأنت جاي تقولي لي أنت هتفضل كده؟ لا وإيه؟ أمي ماتت زعلانة مني بسببك يا حبيبي. بسببك أنت، ما تجيبهاش فيا. أنا لو عن نفسي لو مامتي طلبتني هجري عليها جري، مهما أنت عملت ومهما قلت أنا مش هسمع كلامك. أنت كنت بتفضلي تزني عليا كده عشان توقعيني في الغلط، وأنا وقعت في الغلط. المفروض أفهم إن أنت إيه دلوقتي؟ أفهم إيه غير إنك شيطان؟ لا أنا مش شيطان، بس برضو مش ملاك. مامتك الله يرحمها ما كانتش بتحبني، عشان كده ما كانش المطلوب مني انا كمان ان انا احبها. انا امي عمرها ما عرفت تكره حد، لكن هي كانت حاسه ان انت مش بتحبيها من اول يوم. عارفه ليه؟ لان انت مريضه. اه يا منال مريضه، انت عندك عقده اضطهاد. مجرد ان انت عايشه في بيت عيله قلت لا، لازم اوقع الكل ببعض. أبعد أحمد عن أمه، أبعد أحمد عن أبوه، أبعد أحمد عن حازم، أكره حازم فينا ويكره الكل عشان أحمد يبقى بتاعك لوحدك. كل ده ليه؟ لأن أنت مريضة، تفكيرك مريض. يا خسارة، يا خسارة أنك شايفني كده. تمام قوي، هايل. طب طالما أنت شايفني كده بقى ما تطلقني أحسن، وأنا مش هستنى لما ترمي عليا مين الطلاق. أنا في بيت أهلي مستنية ورقتي.
ده هتنام جنبي؟ آه هنام جنبك يا توفيق. إيه في مانع؟ ما أنت قعدت 17 سنة نايم جنبي، محدش قلقك. عموماً أنا مش هطول. لا هتطول، هتطول يا توفيق. أنت لما مراتك ماتت كملت حياتك، عايش ازاي لغاية دلوقتي؟ أنا لسه ما جاش أجل يا توفيق. سهام، سهام ما ماتتش، سهام لسه عايشة، عايشة جوايا، بفتكرها في كل لحظة. ذكراها ما بتفارقنيش يا توفيق أبداً. بتوحشك قوي، تعمل إيه؟ باخد بنتي، بنتي عالية في حضني. ربنا يخليها لك ورجع لي بنتي بالسلام إن شاء الله. نعم نعم. تصدق اللي بيحصل بين خلانك في البيت؟ عاملين زي القطه والفار، نقر ونقير. بس انا اول مره في حياتي اكتشف ان هم مختلفين تماما عن بعض، واحد اهلاوي والتاني زملكاوي، واحد بيحب يسهر بالليل ويتفرج على المسلسلات التركي والتاني يحب ينام المغربيه. كويس انه قاعد معاه في البيت او يهون عليه. اه طبعا، بس انا بيصعب عليا قوي، كل يوم الصبح اصحى الاقيه قاعد في البلكونه وعينيه مدمعه. ربنا يصبره يا رب. ايه مالك؟ في ايه؟ مش عارف علي، عندي 100 مشكلة. نادين أمنية وجدي، وجدي عايز يرجع له أمنية، وأمنية مش عايز تسمع وجدي، وده شيء مضايقني جدا. ده غير أحمد بيه بقى، مكلمني في التليفون بيقول لي عايز أخد رأيك في حاجة، تصوري عايز يرجع لمنال. ليه بقى؟ هو كان طلقها أصلا؟ وبعدين هو إزاي قادر يبص في وشها بعد اللي عملته؟ الشيء الغريب إني بيقول لي إن منال هي اللي عايزة ترجع، وإنها ندمانة على حاجات كتير قوي. افتكر يكون ربنا هداها. عموما انا قلت له يعمل اللي هو عاوزه. بالظبط، هو حر. ربنا يهديه ويهديها ويهدينا جميعا يا رب. حبيبتي ايه رايك بعد الـ40 ناخد خطوه في جوازنا؟ بجد يا حازم؟ يا ريت. لا انت موافقه؟ ايوه طبعا موافقه. خلاص انا هكلم خالو في الموضوع ده. ماشي. أكلمه؟ آه من سمعتك. أكلمه وأكلمه. ماشي. آه. تفضل. أحمد ممكن نقعد نتكلم شوية؟
اتفضل. أنا الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة عليا أوي، ساعة ما سبتك وسبت أهلك وأنا فضلت براجع كل ثانية قضيتها معاك من ساعة ما اتجوزنا لغاية ما مشيت. اكتشفت إني غلطت كتير قوي، غلطت في حقك وحق أهلك، وغلطت في حق نفسي أنا كمان كبني آدم. مش عارفة كنت بفكر إزاي أو بحسبها إزاي. ذنب كبير، ذنب كبير عايزة أكفر عنه بأي شكل. كل غلطة غلطتها في حقك أو في حق أهلك أنا عايزة أكفر عنها يا حبيبي. أرجوك تساعدني. أنا كمان غلطان. أنا سمعت كلامك وكنت بجريكي، وأنت برضو كنت غلطانة، غلطانة في إنك كنت متحكمة بالزيادة، غلطانة في إنك مفهمتيش حب أمي ليا، خفت من حبها. الله يرحمك إنك بتحبك بس أنت مفهمتيش. بس ربنا بيدينا فرصة تانية، فرصة نعوض اللي فات، فرصة نبدأ من جديد. منال أنا عايز أبدأ معاك من جديد. أخبار عالية إيه معاك في الشغل؟ ممتازة طبعا، متغيرش عنك. طب الحمد لله. انا بفكر يا باشمهندس اعزم عيلتي على الغداء هنا في النادي على الاقل مره كل شهر. دي فكره جميله جدا. انت عارف يا حازم انا بحب فيك حبك لعيلتك، مع ان ده الطبيعي، بس للاسف اليومين دول ما بقاش حد فاضل حد. انا كده بحس بالغيره ناحيه اي حاجه انا بحبها، ديني، اهلي، جيراني، صحابي. انا كده يا باشمهندس وما اعرفش اعيش غير كده. ده قديمه شويه. حلوة قوي فكرة الغدا دي، خصوصا يعني ان انت من ساعة ما عملت لهم عضوية النادي محدش فكر يجي، ففرصة يجي يشوفوه يمكن يتشجعوا. صحيح، انا بفكر كمان اعزم العيلة عندي على الفطار، اجمعهم كلهم يعني. في ايه مالك؟ مفيش حاجة. انا هجمع كمان اللي في اسكندرية، وسمية بنت عمك وجوزها اجازة هنا في مصر، فرصة يتجمعوا معانا، وانت طبعا هتساعديني في حاجة زي كده. ليه يا حبيبي الاوفر ده؟ ما تخليني على قد العمار، ليه العيلة كلها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه الحكاية؟ مفيش فايدة؟ ما بنتعلمش ابدا. بعد اذنك انا عندي شغل. استنى يا حازم. لو الموضوع ده تقيل على قلب حد ما يجيش. ما هو دي مش طريقه تعامل. المفروض ان انا حبيبته يتعامل معايا بطريقه احسن من كده. معلش يا حبيبتي استحمليه، شايل هم تقيل برضو، ده كفايه عليه البلوه اللي جوه. هو انت هنا ليه اصلا؟ هعمل ايه؟ ما هو قال لي لازم تقعدي كل فتره كده والتانيه تتكلمي معاها وتاخدي وتدي معاها. هعمل ايه؟ انا ساعات البت دي بتحرق لي دمي لدرجه اني احس ان انا عايزه اعضها. يخرب بيت خف دمك يا امنيه، بجد ضحكتيني. هقول ايه؟ ربنا يهديها. طب بقول لك انا همشي بقى عشان مش عايزاه يجي يشوفني ويقول ان انا بتلزق فيه. هاي، ايه ده انتوا هنا؟ اه يا حبيبتي احنا هنا من بدري، بس انا جيت لقيتك نايمه. هو في حد بينام الساعه 8 بالليل؟ هو حتى النوم كمان لازم يبقى على مزاجكم؟
عامله ايه يا علي؟ الحمد لله كويسه يا نادين. بقول لك ايه، انا عايزاكي تفوقي لنفسك شويه، اخوكي مدور فينا الجنان بسببك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. كويس كويس جدا، اول مره اشوفكم متجمعين كده، ربنا يهديكم. ايه ده انت رايح فين ما تقعد؟ لا مش احسن يبقى كلامي تقيل على ناس يعني؟ ولا تقيل ولا حاجه يا حازم، انت اللي مش عايز تسمع وجهه نظر اي حد غير نفسك. لا انا بسمع يا علي، بسمعكم كلكم، سمعتكم 100,000 مره وكل مره بتبقوا غلط. انت مثلا يا عليا مش قادره تستوعبي فكره يعني ايه عيله، دايما بالنسبه لك الكلام ده عفاره وكلام قديم ما بقاش ينفع. وانت يا امنيه جوزك بيحاول يرجع لك غير فرصه واحده بس ان هو يتكلم معاكي، وانت راكبه راسك متسهله في حق اولادك، مش مؤمنه بحقهم انهم يعيشوا في اسره طبيعيه. وانت يا نادين انت بقى حكايتك حكايه، انت مش مؤمنه بحاجه اصلا، فرطة كبيرة نادين. طب ممكن بس يا حبيبي تهدى عشان نعرف نتكلم؟ قاعدة ايه؟ دول حاسين اني مجنون. انت مش مجنون يا حبيبي، بس انت بتكبر الامور شوية. بكبر ايه وزفت ايه؟ انا بتكلم في بدايات يا جماعة. هو الإيمان بربنا يا ست نادين لسه هنتكلم فيه؟ هي صدق الرحم اختراع جديد؟ أمال لو شفتوني بقى بساعد جاري ولا ابن منطقة هتعملوا فيا ايه؟ هتوديني مستشفى المجانين؟ الحقيقة مش انت لوحدك يا نادين الفورطه، كلنا فورطه، كلنا فورطه كبيره مع ربنا. يا ريت تفوقوا وانا اقولكم. هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه وكده بسرعه. سميره بتحب الفيلم ده قوي. بتحب اسماعيل ياسين جدا، اسماعيل ياسين خصوصا لما بيقول له شغلتك على المدفع بروم بروم. شوف هو هيقولها دلوقتي ان شاء الله هيقولها. قالها. والله انا فوجئت. انت بتتريق عليها ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، إذا كنت متضايق من الفيلم أقفل التلفزيون ونشوف حاجة تانية نتسلى بيها. إيه رأيك في السلم والتعبان؟ أفندم؟ سلم وتعبان إيه؟ هنلعب سلالم وتعابين يا توفيق؟ خلاص خلاص خلصنا. يا حبيبتي يا سميرة بقول لك إيه؟ أنا هقوم أنام، أتخمت. تحب تتخمت؟ Thank you.
ايوه يا علي، انت فين يا حبيبتي؟ انت مش هتيجي غدا العيله ولا ايه؟ ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ حازم مين ده اللي بيتنك عليكي؟ ده كل شويه يسالني عنك. لا ما تهرجيش، يلا 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 انا مستنياكي. يلا يلا ما تتاخريش عليا، لازم تيجي. عارفه لو ما جيتيش بجد هزعل. طب يلا باي يا روحي. باي بابا. استني ايه؟ كنت كده ليه؟ كبرت بسرعة كده؟ انت عم ايه؟ بص يا وجدي، انت عارفني ومجربني يعني قدام الناس، وتلاقي ناس تساندك، لكن انا وانت بقى دلوقتي لوحدنا، فمعلش بقى سوري. انت عارفني ومجربني كويس قوي قوي، وعارف ان احلام امنيه ما تجليش، صح ولا غلط يا ست؟ صح، وحتى لو مش معقوله انك تكبري الموضوع وتعملي مليون حوار وفي الاخر كل ده يوصل للطلاق، وكل ده عشان ايه؟ عشان حلم؟ كده احنا بنحكي في المحكي. انت عايز ايه؟ عايزك ترجعي البيت انت والاولاد. ليه؟ عشان مش عارف اعيش من غيركم، عشان بحبكم، بحب اولادي، بحبكم. بص يا وجدي، انت عرفت عليا واحده شقره الايام اللي فاتت، جاوب. بتسكت ليه؟ قول. طيب يعني انا لو شرحت لك الموضوع هتديني فرصه ثانيه؟ ممكن. حلو. بص يا ستي، الموضوع مش زي ما انت متخيله خالص. هو كان من حوالي شهرين كده جت واحده، قعدنا نتكلم مع بعض، وكانت عايزه حاجات عندي من الشغل. تزعليش مني، اتعصبت عليكي. اسمعني، انا عملت كده عشان بشوفك ملاك، رقتك وحنيتك، ما بقدرش اشوفك غير كده. بس انت بتيجي سيره العيله وركبك 100 عفريت. بس بقى، هو انت هتفضحني؟ اوعدك والله العظيم هي دي اخر مره. هتبطلي تجيبي الروايه؟ ايوه بحبك. وانا كمان يا ولاد، انا محتاج شويه شوربه لو ممكن. احلى شوربه ليك يا خالو. يا اخي احنا معزومين، يعني شحاته واماره. قل. انا بقول لو ممكن وبطلب بادب. بقول لك يا منى، ايه؟ هاتي كل السلطه اللي قدامي دي. شكلنا معزومين على سلطه بس. ودي دي بتاعتي اصلا، نبتدي بيها. ماشي حبيبي، مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه ان انا وعلي رجعنا اصحاب زي الاول واكتر. انا مبسوط اكتر عشان اتغيرتي، اتغيرتي بجد. ربنا يقدرني ويعوضك عن كل اللي فات يا رب. يا رب حبيبي. بحبك. ايه قلتي ايه؟ مش هتستدبي لو ترجعي؟ انا هريحك، انا هصل استخاره وهشوف احلم بايه ورد عليك تاني. على فكره انا سجلت ردود كتير ولسه بكمل، بس زي ما انا احترمت اسئلتك انت كمان لازم تحترمي ردودي. بعد كده هنقعد ونتكلم. حاضر يا حازم، انا بسجل، بس انا لسه ما خلصتش. خدي وقتك، براحتك خالص. ماشي، اتفقنا. يلا كلي. انت صح يا حازم، تصدق ان مفيش احلى من لمة العيلة؟ بجد انبسطت. يا ست امنيه، تفضلي مشرفانه كده كتير، بطلي استهبال بقى. اصلها ما حلمتش. بس و انا ما حلمتش، بس عملت استخاره وحاسه ان انا يعني مرتاحه. ان شاء الله هرجع النهارده بالليل. بس والله العظيم هتوحشيني. انا اصلا مش عايز استهبال، امبارح شايف في عيونك حب وشوق وحنان، وكفايه ان العيال اللي شافوا ابوهم كانوا مبسوطين. خلاص بقى.
طب انا هبطل استهبال ماشي وهرجع النهارده، انتوا بقى نظامكم هبطلوا استهبال امتى؟ عايز افرح بيكم بقى ايه؟ مستني خالي يخلص بولت السلم والتعبان دي واخلص على طول. قومي يا وليد، قومي يا حبيبي افتح الباب. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا ما شفتوش اللي بيحصل في الشارع؟ لا. وانا في الشارع لقيت ناس بتجري، رحت اشوف في ايه، لقيت راجل غريب كده ماسك آلي والناس بتجري قدامه. احنا في شارعنا؟ ايوه. يا ساتر استر يا رب استر. اطلع يا حبيبي، اطلع فوق، اطلع فوق. ده ولا ايه؟ وين المشي كده اصلا؟ الست اللي هناك دي ده شكله هربان من حد. طب نكلم البوليس. انت بتصوريني منال ولا ايه؟ استني بس، ما كل الناس بتصور الحاجات دي. ربنا يستر. ده في ضرب نار. حازم تعالى بص كده. حازم فين؟ يا رشد انت هناك اهو. حازم رشد. لا 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 لا، ده شكله عامل نفسه صعب. لا لا، جت فيه جت فيه. بطلت تفكير، انا بقول لك جربي اتعاملي ربنا، جربي مش هتخسري، اطلبي منه وشوفي نتيجه ايه. اقول لك على سر، مش عارف ازاي ده ممكن يحصل،
نفسي اموت شهيد، نفسي اموت وانا بدافع عن اهلي، عن بلدي، عن ديني. بس انا كل دول مستعد اموت عشانها وطالبها من ربنا. ودفع